وتغطرف على رايتك سرينجو بلد ماشي هتيري بسرينجو معيلية يعني كلمة سيرك باللاتيني بتساوي كلام وماينس يعني فاينل كود وبالتالي بقى اسم الديزيز اكنهاد ان سبانا كود بقى اسمها اكنهاد ان سبانا كود سبانا كود زي ما احنا عارفين عامل كده هنا فيرس الدايره الدايره دي اللي هي الكلام اللي معدي فيها سي اس اف الديزيز اللي اسمه سرينجو مايليا عباره عن ان الكلام دي توسع وتعمل دامج للي حواليها ليه بتوسع؟ قال لك اصل في خلايا حوالين السنترال كنال اندفرنشيتد خلايا اندفرنشيتد الخلايا دي لو حصل لها بروليفريشن لو حصل لها ايه؟ هتكمبيت وذ نورمال سيلز فور نيوتريشن وبالتالي الخلايا البروليفريتد والنورمال سيلز هيحصل لها نيكروزس واي نيكروتيك تيشو في السي ان اس بيحصل له ريكونتاكشن وما دام حصل ريكونتاكشن يبقى السنترال كانال توسع تاني الكلام دي حواليها خلايا الخلايا دي اصلا بتنشيت هيحصل لها بروليفريشن لما يحصل الخلايا دي بروليفريشن هتكمبيت وذ ذا نورمال سيلز فور نيوتريشن لما تكمبيت مع نورمال سيلز فور نيوتريشن يبقى الخلايا النورمال هتموت والخلايا البروليفريتك هتموت لما الخلايا بتموت بيحصل لها ليكويفاكشن وبالتالي لما يحصل ليكويفاكشن حوالين السد الكنال السد الكنال ايه؟ يوصل معايا؟ فباي ديفينيشن سينجو ميه ما هي الا كافيتيشن اند فايبروز ذات اوكيرز اوت ذا سنتر اوف كنال وذ ا بروجريسيف دامج تو ذا نيورز الانشارج بتاعها اتس ان كنترول بروليفريشن اوف ريستنج سيلز سيلز ان ذا سنتر اوف كنال And this proliferation will lead to competition for nutrition of the normal cells with the proliferating cells and will lead to necrosis and liquefaction around the central canal. And certainly, بتحصل cervical أو lumbar. بتحصل في cervical أو lumbar. مفهوم ولا لا؟ clinical ده يعمل إيه؟ clinical ده يعمل إيه؟ أولا الانتيو هون سيلز هتضرب ولا لا؟ لما الكلام ده بتوسع هتضرب انتيو هون سيلز لما اضرب الانتيو هون سيلز اللي يحصل لو موتي نيون ويكنس اوف باراليسيس ومعاها فاسيكيوليشن لان انا ضارب مين؟ فين بقى يحصل لو موتي نيون ويكنس؟ في الاريا سبلاي باي افكتد انتيو هون بما ان القصه سيرفايكل يبقى ايه؟ ابر نيم واتقول لما تضر الأديون سيل هيحصل هو موتي نيون ويكنس أو باراليسيس في الأريا سبلاي باي الأديون سيل والويكنس أو باراليسيس ده هيبقى هو موتي بيبقى معناه الأديون سيل يحصل في السكريشن ده بما إنه سيرفايكل هيأفكت مين؟ الأبر ليم في نفس الوقت إن كان أنا ما تقدرش هتضرب البرامل تضرب لنا إيه؟ البرامل لما أضرب البرامل اللي يحصل إيه؟ مفروض يا ولاد على الصبح ابا موتر فين؟ بلو ذا ليفل يبقى از ذا ليفل اوف ليجن في ايه؟ لو موتر تحته ابا موتر يعني اللور ليمب از بيور ابا موتر صح ولا لا؟ اللور ليمب از طب الابا ليمب طب اللور ليمب شويه الابا ليمب لنفرض ان احنا طالبين انتيو سيلز عند سي 5 يبقى العضلات اللي مضروبه في سي 5 هتبقى ايه؟ مش سامع لكن العضلات اللي تحت سي 5 البايسب سي 5 هتبقى ايه؟ لو موت وترايسبس ابر موت ده ثالث تونيك اتوس ده ثالث تونيك اتوس اول تونيك اتوس كان في الاسبوندروس
وتاني تونيك اتروفي كان في الموتو نيون ديزيز، والسرينج ومايلا بتعمل تالت تونيك اتروفي. ماشي اوكي ها يس بلابنت، بس حسب انت ضايف ايه. اوكي ركز معايا دي واحده بقى، ده موتو. طب سينسو هقول كلمه واحده، سينسو هقول كلمه واحده، ده انت رميضال ريش مدام انت رميضال ريش من جي جي بقى جاكيت اوف ديسوشيتد خلص اوتونوميك. لما تضرب الاوتونوميك فايبرز مين اللي بيبقى افكتد اكتر حاجه؟ هنا بدل لما يشيل سكين قلنا 100,000 دولار سكين يحصل تروفيك اوسز ولا لا، وبيرث دي الكلام ده وده في البيبل رايت. قلت لكم لما الاوتونوميك بيتضرب اكتر حاجه السكين، كل اللي قلناه ده سكينج ومايل يا سيرفايك. طب لو كانت لمبه بتدي نفس البيكتشر بتاعت الايبيكونس، فاكر الكونس والايبيكونس؟ الكونس كويس هتديك نفس البيكتشر بتاعت ايه؟ ايبيكونس. انفستيجيشن مكتوب عندكم باينوكل، لا اسلوبها واكتب ام ار اي. مفيش حد بيعمل مايكروجرافي خلاص. ام ار اي العلاج الدعاء ثلاث مرات، ونعمل ايريجيشن على الخلايا البوليفريتنج نعملها دامج. انا عايز اوقف البوليفريتنج سيلز دي، طول ما هي عماله بتبوليفريت فبتموت نفسها واللي حواليها، فلازم اعمل ايريجيشن على البوليفريتنج سيلز تو ستوب ذا بوليفريشن، يعمل لهم دامج معايا. بالاضافه طبعا للكلام الفارغ اللي هو الفيزيوثيرابي. لو القصه دي حصلت في البين ستيم يسموها سرينج وبلفي. لو الكلام وصل فين؟ يسموها ايه؟ سرينج وبلفي. وهي في السبانا كور اسمها حلو. في السبانا كور سوري في البين ستيم هنسميها سرينج وبلفي. السرينج وبلفي هتبقى بالمضمون. ففي ناس بيعتبروها حصل اكستنشن للسرفايكال سرينج وبلفي. يعني عايز يبتلى بايه؟ يطلع على الصوت يبتلى بايه؟ سيرفايكال سينجو مايليا ويستنزل عشان تضرب مين؟ المظله. لو فاكرين كان في اربعه بوت اللي هم مين؟ السامع هذا تسعه 10 11، وكان في اثنين سنسور سباين نيوكليير اللي هي بتاعت ايه؟ بيجو تمبرتشر في ايه؟ الفيس. وكان في نيوكلس بتاعت 8، وكان في تو تراكس لاترال لاترال ايه؟ الميريسكس ومين؟ سيمازال؟ صح ولا لا؟ سيمازال تشين سيمازال كويس مش تشين تشين هنا مع بوات. لو حصل صيد جوبايل بيحمد يحمد دول، لو حصل سينجو بالبي هنضرب دول. حد منكم لا قدر الله لا قدر الله فاكر ان دول اتضربوا في ديزيز ثاني قبل كده؟ مش سامع يالا. لاترا الميدالر سيندروم اللي هو انتيو سيبلر ارتكلوشن، فده نفس كلينك بيكتشر بتاع الانتيو سيبلر ارتكلوشن. العين هيبقى عندهم بلبر نتيجه 19، عندهم اسوف ويستك في الطنج نتيجه 12، وعندهم راسه بين التمبتشر في اف سيلات الصاد اون ذا فيس نص بين ان وعندهم نص بين السيرفيش على اوف ذا سايد، وعندهم هون عندهم في تايت. نفس الكلام بتاع ايه اخر؟ لاترال ميدالا اللي هو انفيوس سيبل عصري. فالدنيا لازم تتربط ببعض، مفهوم ولا لا؟ بما انكم شباب لماح ما حدش يبص في الكتاب ويبص لي هنا. هتكلم على ترانزفيرس هايلايت. هتكلم على بقول ما حدش يبص في الزفت. هو انتوا ماشيين خلف خلاف الجيل اللي معانا بينا وبينا ده؟ ترانزفيرس هايلايت يعني انفلاميشن فين؟ سبايدر فور. لا فايبرز عارفة تطلع ولا فايبرز عايزة ايه؟ تنزل. الترانزيرت ماي لايسنس ده كلينيكال بيعمل ايه موتو؟ انا بضحك
على نفس الليفل يبقى ايه؟ بيلو ده ليفل ابا موت جامد الفعل. طب سنس لوس اوف اول تايبس اوف بيلو ده ليفل اوف بيجي. طب ده اكيوت ولا كرونيك؟ طب سنس على انت اكيوت ولا كرونيك؟ يبقى هتبتدي بايه؟ شوك وبعد كده يبقى في هايبرتوني هايبر انفكشن. ايه اللي يعمل انفلاميشن في السبينال كورد؟ ترانزيس مالايز فايرال انفكشن ميزل مع اولاد ولا لا؟ فاكسينيشن بكتيريا عمرها ما توصل مش عايزين فات فايروس. لكن ممكن ترانزيس مالايز ليه سبب مشهور قوي بحبه جدا لا ايبيديوال انستيزيا. ممكن الدكتور بتاع الانستيزيا هو داخل يحقن ايبيديوال يحتاج السبينال كورد يعمل ترانزيس مالاتش which is common in females لان الليبر عادة بيبقى دلوقتي الولادة من غير ألم تبقى بجيب ديوان انستيزيا فنسبة ترانزيس مالاتش تبتدي تزيد ان شاء الله وبتضرب الفيميلز باذن الله. معايا يجي لهم ان شاء الله ترانزيس مالاتش يجي لها ترايل اتوني الواد ينزل وانت تخلص في العدو تاخد ابنك وتخلص في العدو واضح هلا؟ ده الترانزيس مالايز. اللي يجي سؤال احتمال من دول السينجو مالبيا والسينجو مايلي مفهوم ولا لا؟ طيب المنطقه اللي بعد كده الحته الثانيه اللي كانت واقعه الحته بتاع اليونا بلادر تعالوا نشوف اليونا بلادر استرفع على الصوت الوينة بلادر زي اي اوجر زي اي انترنال اوجر الوينة بلادر is supplied by autonomic nervous system عارفين كويس اول ان الانترنال اوجر is supplied by autonomic والautonomic يشمل sympathetic وبعض sympathetic السيمباثاتيك سبلاي بتاع الوينا بلادر جايلها من لور ثلاثيك جاي من تي 10 و11 و12 وين واحد من اثنين؟ باي ويز ذات السيمباثاتيك سبلاي بتاع الوينا بلادر جاي منين؟ تي 10 و11 و12 معاهم ال قبل ما تقيلي بابا السيمباثاتيك وظيفته كونتاكت السفنكتر ويلاكس الوول يكونتراكت ايه؟ ويلاكس الوول واضح؟ ده in animals not in human beings in animals not in human beings السيمباثيك فايبرز مسؤولة عن الفير والفايت والفلايت مسؤولة عن الامرجنسي يعني السيمباثيك بتاعك بيشتغل امتى؟ لو اشتغل اصلا لما تبقى ستريس لكن بهذه التناحة السيمباثيك ريلي ان هو بيشم نفسه حتى احنا لو اشتغلت كركات كولامين تخليها ايه؟ زيرو ليفل تعالي بسم الله ما شاء الله السيمباثيك زيف مسؤول عن ايه؟ كونتراكشن اوف ايه؟ ريلاكسيشن اوف ايه؟ صفحه على صفحه وول اوف يورا باد وظيفته ان يمنع النكتريشن ان انيمالز الغزاله مش معقوله الاسد هو بيجي وراها تقول له بعد اذنك دقيقتين بيدي وجع فلما السيمباثيك يشتغل في الانيمال المفروض يمنع الاكتريشن لان السيمباثيك شغال في وقت الاستريس لكن هيومن بينج السيمباثيك هاز بين ريبليس باي فولنتري كنترول يعني لما بيجي وراك انت سيادتك اسد فولنتري انت بتمنع الاكت اوف الاكتريشن فبقى السيمباثيك في الهيومن ريبليس باي فولنتري كنترول الباور سيمباثيك سبلاي ليونا بلادر الباور سيمباثيك اس 2 و3 و4 مسؤول عن الكونتراكشن اوف ذا وول اوف ذا بلادر وريلاكسيشن اوف سينك وده شغال فيه مفهوم ولا لا؟ خلينا نعمل اكت اوف ميتريشن كونتراكشن اوف ذا بلادر وريلاكسيشن اوف سينك يبقى العين يعمل بالبي ماشي؟ واضح ولا لا؟
عشان افهم الباص ايه. بصوا لي هنا بتاع الباص تبقى بتاع ده الوول بتاع اللي هنا الباص دي ريسبتورز، مش بس ستريتش ريسبتورز كمان كيميكال الريسبتورز دي اما تبقى اكتيفيتد باي ستريتش اوف ذا رينال مادر او باي كيميكال اريتيشن باي اسيديتي. يعني ستريتش ريسبتورز مش جاست ميكانيكال ريسبتورز بس، كمان ات از كيميكال ريسبتورز بتبقى اكتيفيتد باي الستريتش بتاع اليورين بفهم ولا لا؟ يعني تيس كيميكال ريسبتورز اوف بغض النظر الريسبتورز دي ستريتش ريسبتورز. اول ما اليورين اتفضل تتملي الريسبتورز دي تبعت امبوسز تبعت سنسوري فايبر للسبارا كود لإس 2 وإس 3 وإس 4. الفايبرز دي بتقول لي هنا للسبارا كود انا اتمليت. لو انت سنك اقل من سنه سنك ايه؟ الاشارة كلها يبقى كلها فاضية فاضية كمين. لو سنك اقل من كام؟ من سنة الورقة بنظر هتتملي تبع في الاشارة كلها تقول انا اتمليت فاضي كمين. فتفضي على اي بني ادم وفي اي حد واضح ولا لا؟ انفولنتري جاست اتملت وبعد امبوسز الاشارة كلها يبقى تقول لها فاضي. ده في سن ايه؟ لكن سيادتك لما تكبر عن سنة الموضوع بيختلف، مش كده ولاد ولا لا؟ دي بتختلف ولا ما بتختلفش؟ ما بتختلفش صح؟ ده انت عملته بيبيع علينا كلنا والله. الجيل بتاعك عمل بيبيع على الأمة العربية، انت عملته بيبيع على الأمة العربية كلها بعون الله. وقعتونا في المحيط، محيط التاريخ، وعمال ما نطلع هتحتاج مننا شغلانه. لكن اني واي بعد كده اتقيلت وقعونا في الارض وبعدين تخش تنام. نرجع لكلامنا. بعد 6 سنة الامور بتختلف ازاي؟ اول ما اليونيا تفضل تتملي تبعت الاسبانيا كود تقول انا اتمليت. يقول لها دي واحده هنبعت نستاذن البرين المعلم الكبير هيبعت ايه بص على طريق بصين كوره للبرين. في سنتر في البرين فاكرينه؟ بتاع اليونا بلدر كان موجود على ايه؟ امير السيرفس جنب الاريا بتاعت رولينج موتور رولينج سنسور فاكرينه ولا لا؟ كان في على ميديا سيرفس كان في هنا اريا بقى رولينج وهنا اريا 1 2 3 رولينج وهنا كانت اريا بتاع اليونا بلدر وهنا كوبرز كانوز. الفايبرز هتروح لفين؟ يبقى هنا الجاذا سنتر. جاذا اتملت بعد الاسبانيا كود يروح باعت هنا الجاذا سنتر. يقول له هنا الجاذا بتمشي عليك وبتقول لك اتملت. معانا ولا لا؟ السنتر يبص على حواليه. يقول له احنا في السينما كلها تتلم لغايه ما الفيلم يخلص. ويبعت امبوسز عن طريق البيراميدال يعمل انهبيشن للاكت اوف ميتريشن. يعني هي بعد قالت له انا اتمليت، قال لا لا احنا مش كده مستني لغايه ما الفيلم يخلص، او احنا في الكليه مفيش حمام. فيبعت انهبات الامبوسس، واضح؟ معاه بقى ولا لا؟ لكن لو لقينا بلاد اتملت وبعت الاسبانيا كود، بعت السنتر، قال له هنا بلاد اتملت، بص كده قال له احنا مش شافين، جو اهيد. يعمل ايه؟ يعمل انهبيشن للامبوسس اللي نازله. يعني الامبوسس اللي نازله دي انهبيتها، هو يوقفها. فيما يحصل اكت اوف اسبانيا كود يبعت موتور فايبرز خلينا كونتراكت هنا بلاد. حد مش شايف حاجه؟ يبقى اللي جاي من فوق اساسا انهبيتور. عشان تعمل ميكتريشن بنوقف الانهبيتور امبلس. واضح؟ يا بهوات. طيب ايه الايجنت اللي ممكن تحصل في هنا بلاد؟ لو انا قطعت السنسوري فايبرز ايه اللي هيحصل؟ اللي هنا بلاد تتملي ولا لا؟ العين خسس؟ فتتملي اكتر. البريشر جوه الوينا بلادر يبقى اعلى من السنسس فيحصل دريبلنج اللي بيسموها ريتنشن وذ اوفر فلو. الوينا بلادر اتملت العين مش حاسس مفهوم ولا لا؟ العين ايه؟ مش حاسس لغايه ما البريشر اللي جواها يبقى اعلى من السنسس وتبتدي العين ينقص دريبلنج. العين لو شاف النقط دي لو شافها هو مش حاسس بيها لو شافها يعرف ان يونا بلادر بتاعته اتملت ممكن يخش يفضي فولانتري
لان عنده موتو شغالين، فاهمين ولا لا؟ يعني عايز شاب يقول ان هو بينقط ساعات ممكن ايه يخش حمام يفضي، واضح مفهوم ولا لا؟ دي بيسموها سينسي اتوني بلادر، اسمها ايه؟ سينسي اتوني بلادر، مفهوم؟ في حين لو الموتو فايبر سير اتوني، لو الموتو فايبرز هي اللي ضغط، تعالى نشوف ايه اللي هيحصل. اللي هنا الضغط هيتملي العين حاسة، يخش الحمام ما يقدرش يفضي. اللي هنا الضغط هيتملي العين حاسة، يخش الحمام ما يقدرش يفضي، بيسموها موتو اتونيك بلادر. العيان عمر اللي هنا الضغط ما هتوصل لحجم كبير، لان عيان زي ده هيجري على الدكتور بسرعه، ما هو حاسس باللي هنا الضغط بتاعته. معايا ولاد ولا لا؟ فيرجع الدكتور عشان يعملوا كاتكرايزيشن. عمر البلاطه هنا ما توصل هيوش سايز في الموتو اتونيك بلاطر، عمر البلاطه ما هتوصل هيوش سايز، لان وانس العيال حاسس بالبلاطه اتملت هيرجع الدكتور لانه حاسس بيها ومش عارف يفضي، مفهوم ولا لا؟ اسمها موتو اتونيك بلاطر. طب لو ضربت الاثنين لو ضربت الاثنين، بصوا لي هنا يا اخي، لو ضربت السنسي اند اللي هنا الضربه هتتملي ولا لا؟ العين حاسس؟ يحصل دريبلينج اللي هو التنشن ويد، بس العين مش هيضيع من حاجه حتى لو شاف دريبلينج، صح ولا لا؟ ما عندوش موتور فايبرز، لا عنده لا تنشن ولا موتور، ما دام ما عندوش تنشن هنا الضربه تستنى هو مش حاسس، والبريشر كويس يعني ويبقى اعلى من السنتر يبتدي عيان يحصل له دريبلينج، ولو شاف دريبلينج برضه مش عارف يعمل حاجه، مفهوم ولا لا؟ الضلال هتبتدي تتملي زياده لغايه ما يحصل حاجه. اي عضله لما تعملها ستريتش لحد معين يحصل لها سبونتينوس كونتراكشن. الوول بتاع اليونا بضل لما يبقى ستريتش لغايه مثلا زي 5 لتر يحصل سبونتينوس كونتراكشن اليونا بضل. العين بضل تفضل تتملي لغايه ما توصل الليمت ده. اول ما توصل يحصل لها سبونتينوس ايه؟ والبضل. ليه ان هي ده الليمت ده 5 لتر. العيان هنا برضه تتملي والبريشر كويس يزيد يحصل له دريبلينج يشوفه ما يقدرش يعملوا حاجه الضغط تتملي زياده لغايه ما توصل لكام؟ 5 لتر ساعتها يحصل لها سبونتينوس ايه؟ زي يسموه مايوجينيك كونتراكشن اسمه ايه؟ واضح؟ السؤال بقى هل ده فولنتري؟ لا هيبقى انفولنتري ولا لا؟ الحاجه الثانيه بصوا لي هنا يا اولاد اول ما الضغط كونتراكت هينزل لتر الاسترتش راح فالكونتراكشن يقف فاهمني ولا لا؟ اول ما ضغط الكونتراكشن هتنزل لي لتر او 2 لتر الاسترتش راح الكونتراكشن يقف فالعيان يبقى عنده انكمبليت ايفاكريشن اوف بلاد يبقى عنده دايما ريزيدوال يورين وبالتالي يزايد فور انفكشن واضح ولا لا؟ الحاجه الثالثه العيان بيوصل لل 5 لتر كل قد ايه؟ على طول ازاي؟ حسب بيشرب ميه قد ايه؟ يعني افرض انا شربت 3 لتر بيبسي على 2 لتر ميه في خلال 6 ساعات يبقى هجيب ال 5 لتر في 6 ساعات. افرض شربتهم على مدى يومين يبقى هجيب ال 5 لتر على مدى يومين. فبالتالي الايفاكويشن اوف ذا ريتر بلاد بيبقى ريجولار. It depends على ريت اوف انبوت. الايفاكويشن هيبقى ايه؟ الايفاكويشن بقى ايه ولا ايه؟ والريجولر انكومبليت مفهوم ولا لا؟ الحاجات دي اسمها اوتوماتيك بلاد او اوتونوس بلاد مفهوم؟ ماشي يا اخ؟ طيب لو انا بقى ضغطت البرامل في الاكيوت ليجنز يحصل ريتنشن اوف يورين ما هو في الاكيوت ليجن كل حاجه بتقعد بيحصل حاجه اسمها شوك بيحصل فيه تنشن فيهم في الاكيوت معايا؟ لكن لو جاديوال ليجن بيعتمد على هل هو بارشل ولا كومبليت الجاديوال ليجن بيعتمد على ايه؟ لو هو كومبليت سكشن البرامل البرامل ده مضروب يعني البرامل ده على ناحيتين مضروب البرامل ده تعالى شوف ايه اللي هيحصل اللي هنا الضغط هتتملي ماشي؟ هتبعت امبلس لمين؟
السباينال كود ولا لا؟ السباينال كود هيحس يبعت عن طريق بوستيك كولر، يبعت عن طريق مين؟ اللي مطلوب عندنا هو البيراميدال، المفهوم هيبعت عن طريق بوستيك كولر توصل للبرين، البرين يعرف ان الضرر ايه. لكن هل يقدر يبعت انهبيتور امبلس ردوا العيان يحس بالليونر بلاك ثاني، يبقى عارف انه عايز يخش الحمام، عبال ما يجي عشان يوصل للحمام مفيش انهبيشن، تكون امبلس طلعت من السبانال كورد عملت ايه؟ كود كاتش، فالعيان ما يلحقش نفسه، اسمها بريسيدنس. حد فاهم حاجه؟ العيان امبلس وصل من الليونر بلاك، السبانال كورد قالت له انا اتمليت، فبعت البرين، البرين فاهم ان احنا عايزين نخش الحمام، بس لسه الحمام بعيد، المفروض يبعت انهبيتو امبلسز يوقف الاكتف ميكتريشن لغايه ما نوصل الحمام ليفت يا بابا. هي سينما بتحتوز البعض، مفهوم ولا لا؟ يبعت امبلسز لمين؟ للبرين، يقول له ايه؟ البيونه بلاد مليانه، البرين عارف وده الحمام، فالمفروض ان هو يبعت انهبيتو امبلسز لغايه ما نوصل حمام، وفي الحمام يقع في الانيبيتو امبلسز، بس بما ان البيراميدال مضروب مش قادر يبعت، عبال ما العين يجري عشان يوصل الحمام مفيش انيبيشن، يعمل على اخر ما يلحقش نفسه، دي اسمها بريسبتنس، ده لو فاشل. لكن لو كومبليت ليجن بقى ايه اللي هيحصل؟ هترجع الطفل فين؟ هترجع اول ما اليونا بلاد تتملي تبعت للسبانال كورد تقول له انا اتمليت ولا فاضي يلا، هترجع طفل لو قطعت سباين كود، هرجع طفل تاني كله طار. لا البرد بس بصير كله من عن حاسس، راح الحمام ده العام مش حاسس، ازاي حق ازاي البرد مش هي ازاي خالص؟ لو كوربيت سكشن انت رجعت طفل غير بلاد تكملي انت تحس يا لا ما تحسش، هو يحصل ريفلكس تتمري تبع السبانال كورد، السبانال كورد فاضي، مفهوم ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ بيسموها اوتوماتيك بلادر، واضح؟ مفيش سؤال في الموضوع ده اساسا يجي نظر، بس يجي لكم عملي، لكن ما يجيش سؤال نظر، وانتم بشرح لكم في العملي غالبا. نوع تاني هنا طبعا الايفاكيويشن في المرحله دي هيبقى امبولانس يبص، بس هيبقى كومبليت ايفاكيويشن، لان ده بيعتمد على النيرف فايبرز مش بيعتمد على ستريتش، يعني بدات مالت حاسس بعد سبار كود بعد لها موتور فايبرز عشان كونتراكت، هيبقى كومبليت ايفاكيويشن لان بقت نيوجينيك مش مايوجينيك، مفهوم ولا لا؟ هذا مقصودنا في اولادنا. لا بعدين ده اللي يبقى بلاد، هنخش على حاجه يمكن ليها علاقه باشكالكم انكيفالايتس، انكيفالايتس فلايت. يعني ايه انكي فلايت؟ انفلاميشن في البرين تيشو. طب لو معاه سباينال كورد يتقال عليها انكفالو فايروس. الانكفالايتس سببها في برايمري في سكند، المقصود بالبرايمري انكفالايتس اورجانيزم جاي يضرب بالبرين ايميديتلي دايركت، ما بيعديش على اورجن تاني، مفهوم ولا لا؟ على البرين ايه؟ دايركتلي، على النرفس تيشو دايركتلي، ما بيعديش على اورجن تاني، مفهوم؟ البرايمري انكيفالايتس كانت بتتقسم زمان الى نيوروتروبيك وبانتروبيك، نيوروتروبيك يعني بيضرب ايه؟ نيرف سيلز، بانتروبيك يعني بياخد النيرف سيل والاكسون. النيوروتروبيك فيروس مشهور منهم قوي البوليو والريبس، مفهوم ولا لا؟ البانتروبيك
فيروسز دي مش موجودة عندنا في العالم العربي، دي موجودة في أمريكا، سواء أمريكا الشمالية أو الجنوبية. في حاجة اسمها ويست فالي فيروس، في حاجة اسمها نايل فالي فيروس، في حاجة اسمها إيستن كاليفورنيا فيروس، ويسترن كاليفورنيا فيروس. فيروس حتى بتسميها باسم الأماكن اللي هي فيها، لأن ليميتد الأماكن دي، ودي بتتنين بالأنثروبوز. يعني ايه؟ يعني أنثروبوز حشرات، بسم الله ما شاء الله. دي البرايمر. دي السكند إنكفاليتس، أورجانيزم يضرب أورجان تاني وبعدين يروح يضرب البرين. يعني مثلا في البكتيريا التايفويد، الدفتيريا، مش الدفتيريا بتبتدي الأول الفارينكس وبعدين تروح تضرب البرين؟ طب هزوا راسه. طيب ده بكتيريا. الفيروس، في فيروس زي الميسوس تضرب سكين وبعدين تروح تضرب البرين. في بارازايت زي التوكسوبلازما او الملاريا بيضربوا الار بي سيز مثلا، او بتضرب الهيماتولوجي وبعدين تروح تضرب البرين. دي بيسموها سكند انكفاليتس. ولا كلمه من اللي انا قلته ده يهمني في حاجه. عايزك تشطب الكلينيكال بيكتشر. اقلب الصفحه، اشطب من اول الصفحه لغايه كلمه ريبز. هنبتدي كلامنا فين؟ في ريبز. الريبز يجي لك سؤال انفكشن واحد، يعني ممكن يجيبوا تبع الانفكشن مش تبع نيورولوجي. ما يجيبوش كانه سؤال نيورولوجي، يجيبوا سؤال ايه؟ انفكشن. مفهوم ولا لا؟ لان في حلوك على حاجه ولا لا؟ لما يجي يقسم الكتب اخر السنه ده، لو قسمها، ده لو قسمها، لو قال لك مثلا بيبر 1 هجيب لكم مثلا تشيست وكارديولوجي وهيماتولوجي واندوكراين، وبيبر 2 هجيب لكم انفكشن والباقي. تيجي بيبر 2 تلاقيه جايب لك مانينجايتس، تقول يا بنت قلت نيورولوجي بيبر 1، لك لا مانينجايتس انفكشن، ده مش نيورولوجي. هيباتايتس، تقول لها بيه هيباتايتس جي اي تي، ده بيبر 1، يقول لك مين قال هيباتايتس انفكشن. انتوا فاهميني ولا لا؟ ساعات اللعبه دي بتتلعب كتير قوي، ولو ان هو ريحنا السنه اللي فاتت بانه ما قسمش كتب اساسا. قال لك كل الكتب بيبر 1، كل الكتب بيبر 2، وكل الكتب بيبر 3، والعيال قلعت بلطو في الشارع ومشي. انا بجيبهم من ورا عبيط قرش. لما بقفل عبيط في الشارع اديني قرش. اديني قرش، انا ثابته اديني قرش. فيعني محتاجه السنه دي منكم شغل الله يرضى عليكم علشان ما يحصلش اللي حصل السنه اللي فاتت. لو ايه يخش الامتحان، كانوا لذاذ جدا الدفعه السنه اللي فاتت، كانوا لطاف. يخش الامتحان يشوف ورقه اسئله وعلى الارض من الضحك. يعني الرياكشن بتاعه كان لطيف جدا. انا بص الامتحان تلاقي الدفعه كلها وقع على الارض من الضحك، شافوا بيبر 1 جراحه كل وقع على الارض. لا وقع بينهم، قال له على فكره احنا طب بشري مش اسنان، لان كل الاسئله كانت في الحته دي في الفك التحتاني، ادمنتيوما غانيولا، والامس كو كان عربيه رمل وحصى وقع. كل بدر ستونز على سليفري ستونز على يورينا ستونز، كانت كده. فالعيال كان الرياكشن بتاعه لطيف جدا. اول بيبر سلموه قال لك دي اسنان، في غلط في الموضوع. وتاني واحد قال لك انا مش هشتغل مقاول، ماليش دعوه بالموضوع. كميه الحصى اللي انتوا حاطينها دي انا ماليش دعوه بيه. فالعيال كان الرياكشن بتاعه لطيف، بس انا متوقع ان انتوا بتحبكم. الرياكشن هيبقى اطول شويه، الشباب ممكن تنفعك. المهم هنتكلم عن ريبس. ريبس وعضه ايه؟ مش لازم كلب على فكره. العور العضة بتاعك الكلب او الفوكس الديب يعني، او عضة الخفاش فاكس، دي اللي تبقى الريبس. الريبس از فيروس بينتقل في السلايفا اوف ذيس انيمالز. اول ما شافتك تتعض بالخفاش او الكلب او الديب او مغطك السلايفا هيبقى فيها الفيروس.
الفيروس يجي من مكان العضة اثنين عضي نيرفز اثنين عضي نيرفز غاية ما يوصل للبرين. يعني الفيروس اثنين عضي نيرفز غاية ما يوصل which means in an incubation period هتعتمد على قرب العضة من البرين. يعني العضة اللي في النك غير العضة اللي في الولد. يعني العضة اللي في النك بتاخد من اسبوعين لشهر لكن العضة في الولد بتاخد 13 اشهر. It depends on proximity ما بين السايت اوف ذا بايت اند ذا بين. كل ما تقرب اقرب للبين كل ما الاكسبريشن بيرد تبقى ايه؟ ها فور كويشن الفيروس لما يوصل للبرين هيعمل ايه؟ في الاول خالص العيان بيبقى ديفراجيك يعني همداني وعنده بين في مكان البايت. بعد كده العيان يبقى انشس وغزل يبتدي يحصل convulsions وسبازم في المسلز اوف ذا فانكس. السبازم بتاع المسلز اوف ذا فانكس بيبقى very painful at this stage very painful. عشان كده العيان كل ما بيبلع بيحس ببين عنيف فبيتجنب البلع ويجمع السلايفا في بقه فيبتدي يحصل الدروبنج سبب ان العيان ما بيبلعش مش عايز يبلع بسبب البين اللي بيجيله مع الديجريتيشن. وبعدين عنده ووتر فوبيا شكل الميه بالنسبه له مرعب. ليه؟ شكل الميه بيفكره بالبلع بالبين فول سوالنج. نفس الفيتشرز دي موجوده عند الكلب. الكلب الريبت بيبقى عنده برضه جلد وسلايفا لانه خايف يبلع من البين وبيتجنب الميه نفس المرض. الووتر فوبيا او الهايدروفوبيا اللي عندهم بتبقى علشان ده بيفكروا بيه البين بتاع سوالنج. بعد كده عادي يخش في هاليوسينيشن كوما اند ديث. مفهوم ولا لا؟ والكوما والديب يبقى بسبب اسمعته فين؟ ايه الانفستيجيشن اللي بتتعمل؟ ايه؟ كلينيكال دايجنوز. لو انا عندي جيب الحيوان كنا فعلا صح بنجيب الحيوان هو الكلب وناخد بايوبسي من المخ ونبص تحت الميكروسكوب هتلاقي خلايا البرين جواها انكلوجن بوديز اسمها نيجري بوديز لان احنا لما بنشوف الكلب بايه؟ نيجري اسمها ايه؟ نيجري بوديز. النيجري بوديز دي از ذا فيروس انسايد ذا برين اوف ذا انيمال. واضح؟ فلما يتعض بني ادم بالكلب لازم تجيب الكلب معاك. ليه؟ لو الكلب عليه مانيستيشن بتاعت ليبرز بيتقتل وبتكونفيرم دايجنوزز باي دينيجري بوديز. لكن لو الكلب ما عليهوش فيتشرز اوف ريبس بتسيبه بتاع اسبوعين اندر اوبزرفيشن. الكلب والبني ادم. الكلب طبعا يعني. المهم هتسيب الكلب اندر اوبزرفيشن اتليست فور تو ويكس. طب الهيومن بينج نفسه نتعامل معاه ازاي؟ بصوا لو الكلب موجود واثبتت ان هو العيان عنده شويه الكلب عنده ريبس هتتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه ما تعملهاش اوعى تخيط الوضوء. اول حاجه ما تعملهاش خياطه الوضوء. الوضوء دي ده مفتوح تعمل له واشنج. ايوه في السوبر ووتر لكن يو دو نوت سوتش ذا وود. السوتشنج بتاع الوود بيخلي الفيروس يسبريد اصلا مجابل. مفهوم ولا لا؟ الحاجه الثانيه لازم تنيوترلايز الفيروس. ازاي؟ بانك تدي امينو جلوبين انتي بوديز. الانتي بوديز زمان كنا بنجيبها من الهوس من الاكين حصان يبقى عنده حصان بيبقى مدحوط بالفيروس علشان يكون انتي بوديز. بس دي كانت بتعمل انافلاكتيك اكشن. الهيومن لما ناخده ندي الهيومن بينج ده فوق البروتين بالنسبه للهيومن. دلوقتي في هيومن ريبلز امينو جلوبين يبقى الدوز 20 يونت في كي جي. يعني واحد وزنه 70 كيلو ياخد كام؟ 1100 طيب قبل ما نبتدي المواجعه عايزكم تحفظوا من 1 لغايه 5 كيلو الضرب وبعدين بعد الاسبوع الاولاني هنخليها من 5 ل 10. يا ولاد الكلام ده مش هزار. احنا بنتكلم على عيان بتدي له دوز لما اقول لك 20 في 40 وتدي له 140 في حين المفروض ان هو ياخد 1400
دي جلسة مش هزار، دي مش هزار. 20 يونت في 70 كيلو يبقى كام؟ 1400. هتاخد منهم 700 تحقنهم حوالين الونف، تعمل لهم انفلتريشن حوالين الونف عشان تعمل نيوترلايزيشن الفيروس اللي موجود لسه في الفيروس، والباقي يتاخد انت مصر. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ نص الدوز يتاخد سيستميك والنص الثاني يتاخد لوكال انفلتريشن حوالين الونف. في نفس الوقت اللي اديتك الايمينوجلوبين هتدي الفاكسين. الفاكسين زمان طبعا ده فيروس، الفاكسين اتينويتد باك فيروس، يعني فيروس ايه؟ ضعيف، يعني فيروس اتينويتد. هو ده اتينويتد فيروس يعني ايه؟ يعني فيروس اتينويتد. طيب الفيروس ازاي نخليه ضعيف؟ تضربه بالشبشب؟ ايه؟ نقول له نام نام يا فيروس. ازاي بتخلي الفيروس ضعيف؟ ابص ايديك اي معلومه تقول ان انتوا عدوا عليك خمس سنين في كليه الطب والله يخرب بيت كده. ايه يا بابا؟ بي اتش غير طب اين الكلام؟ اين الانجليزي؟ اي انجليزي يا معلم؟ قال لك كله كلمة انجليزي يتخاف، كله انجليزي بس انت خش عليه كلمة بي اتش اوعى. قال لك يا لهوي بي اتش، يبقى غالبا الكلام ده صح. بتخلي الفيروس اتنويتد انك بتحطه في ميديم النيوتريشن فيه قليل، فالفيروس لما يكون فيه الجينيشنز اللي طلعت تبقى ضعيف. كنا بنحط الفيروس في كالتشر، الكالتشر بتاع الفيروسز بتبقى خلايا حية، الفيروس بيكون فيه جوه سيل living cells. فكنا بنعمل culture في chick embryo. يعني ايه chick embryo؟ البيضة. هو الامبريو بتاع الشيكن ايه؟ مين الامبريو بتاع الشيكن؟ بيضة. بيضة. بنجيب بيضة ونعمل بيها فيروس. بيضة ونعمل بيها ايه؟ الفيروس. يبقى الفيروس يكون فين؟ بس النيوتريشن از ليمتد، يبقى الفيروس اتنويتد. ده تشيك امبري. الفاكسين اللي كانت بتحضر في الدنيا دي كنا بندي 23 حقن. طبعا انتوا زي عامه الشعب سامعين ان هي ايه؟ 21. ده هي 23 حقن اكل. يقول لك حوالين البطن. لكن دلوقتي في فاكسين بريبيرد باي جينيتك انجينيرنج. خمس حقن بس. عندي 1 3 7 14 28. ده غير يجي سؤال على بعضه انفكشن، لكن مش هقول لك اتكلم عن انكيفلايتس، مفيش سؤال اسمه انكيفلايتس، مفهوم ولا لا؟ لكن في سؤال اسمه فيروس. السؤال الثاني اسمه هيرب سيمبلكس فيروس. هيرب سيمبلكس، تعرف كم نوع من هيرب سيمبلكس فيروس؟ 8 8 الهيربس سيمبلكس فيروس كم نوع؟ الاولاني اسمه هيربس ليبيانس، ده بيتنين دروبلت بيتنين عطريك كيسنج، وده كلنا موجود عندنا، كلنا عندنا هذا الفيروس بس دورمنت. مفهوم ولا لا؟ بيبان عندنا لما الايميل تتقل، زي مثلا لما بيجي لك دور برد بيحصل هنا كراستين. فاكرين احنا قلنا الكلام ده؟ بتكون هنا قشره، قلنا القشره دي مش بابي ناشفة، طلعت هيربيتك اروبشنز وعملت القشرة دي. سيادتك أول ما الإيميل تتقل بيحصل ريأكتيفيشن الهيربس، بيعمل فيسكل، بس لما بتفرقع بتعمل قشرة اللي أنت بتقعد تلعبوا فيها بتسالكوا دي عشان تضاغيها. في شباب بيقعد يقشرها، في شباب كانوا فاكرها إن هي بابو ناشف فكان بيطاغيها، لكن طبعا هي هيربيتك زبد اروبشن. معانا غير هيربس بيارس في الهيربس جينيتالس، وده اللي خدتوه السنه اللي فاتت في النساء اللي كان بيعمل لكم كانسر سيرفكس، صح ولا لا؟ ماشي. اللي يعمل افكشن للسي ان اس فيروس تايب 1 اللي هو هيربس بيارس. الفيروس ده لو وصل للبرين بيضرب التمبرال لوب والانفيو سيرفس بتاع الفرونتال لوب،
يضرب التيربو لوب والريفير سيرفس بتاع الفرونت لوب. وبالتالي الكلينيكال بيتش بتاعته اسمع دي اولفاكتوري هالوسينيشن صح ولا لا؟ تيربو لوب ايبيليبسي اللي هي كومبلكس بارشال سيجرز اللي كان فيها اعضاء ايز الاورا والابسنس والتوماتيزم والاميز اللي هو تيربو لوب ايبيليبسي. النقطة المهمة اللي هي بسبب بالذات ده الانكفالايتس الوحيد اللي ينفع يتشخص بالام ار اي. اشمعنى؟ اشمعنى ده بالذات اللي يتشخص بالام ار اي؟ ايه بيلبس حاجة انت الام ار اي ازاي؟ وين بينط؟ بقول ام ار اي ام ار اي ده ايه؟ اشعة مقطعية بالرنين المغناطيسي. ايش معنى ده الانكفالايتس الوحيد اللي ينفع تشخص بالام ار اي؟ بصوا لك في الام ار اي والسي تي دايما بيشخص الليجن باي كومباريزن وذا نورمال تيشو. يعني انت بتقول الحته دي انفاستد لما تلاقي لونها مع ولاد ولا اقل من اللي حواليها. فاهميني ولا لا؟ دايما في السي تي والام ار اي الدايجنوز بيبقى باي كومباريزن بين الليجن وسواء من النورمال تيشو. الانكفالايتس كلها بتضرب البرين كله، هتضرب البرين كله. فلو في تشينج في الدنسيتي هيبقى في البرين كله، سيادتك مش هتقدر تلقطه في الام ار اي، يعني هتلاقي البرين كله نفس الدنسيتي، فهتعتبر البرين نورمال. مفهوم ولا لا؟ فاهمين دي؟ ده الوحيد اللي ليه سيلكتيف افكشن للتمبر لوب، وبالتالي يعمل هايبو دنسيتي في التمبر لوب. فيبقى في هايبو دنسيتي في التمبر لوب اونلي، فاهمني ولا لا؟ لكن الانكفالايتس الثانيه هيبقى الهايب دنسيتي في البرين كله ما اقدرش اشخصه. لان مش هيبقى عندي نورمال تيشو اعمل معاه كومباريزن. فده الوحيد من الانكفالايتس اللي ممكن تشخص بالام ار اي. لان it is selective affection of the temporal loop. And this will lead to hypotensia of the temporal loop في الام ار اي. الفيروس ده مهم جدا لان ليه علاج. الفايكلوفير وخدوا بالكم ان المورتاليتي بتاع الهيربس انكيفالايتس قبل الايسايكلوفير كان من 60 to 80%. يعني 60 to 80% من العنين يموت قبل اختراع الفايكلوفير اللي هو الزوفيراكس. مفهوم ولا لا؟ طيب النقطة الثانية بقى، في عندنا هيربس زوس، انا هيربس سيرفس فيه هيربس زوس. الهيربس زوس ده عباره عن ايه؟ بص معايا، الهيربس زوس كلكم جاتكم هيربس زوس ولا لا؟ غير زوستر مسؤول عنه حاجه اسمها فارسيلا زوستر اللي هي مسؤوله عن ايه؟ تشيك بوكس. كلكم جالكوا تشيك بوكس ولا لا؟ اللي ما جالوش كذا يس ام سيريس. لان التشيك بوكس ان ادلتس الكوميونيكيشن بتاعته اعلى من الاطفال بكتير. فكلكم اللي لاحظها منكم ما جالوش اكيد جد. انتوا فاكسينيتد كلكم بس الفاكسين بروتكتد 50%. بروتكتد 50% اوفر. يمكن الفاكسين عندك عمل شغل. خلاص؟ لا كلهم المفروض ان سيادتك ايه؟ الفاكسين بيعمل لك بروتكشن 50%. الاطفال عندنا في مصر كلهم لما يروحوا للدكاتره اللي هم برايفت بدون الفاكسين ده. 50% بروتكشن، لكن لو سيادتك خدت الانفكشن تبقى 100% بروتكشن. واضح؟ لو سيادتك ما خدتهاش يبقى ايه؟ الاجازه اللي جايه دي يبقى روح ابو ريش وقول لك الاطفال هناك حطهم بالحب واقعد معاك. وبعدين بس بيجامه حمراء تعرفين ده على فكره روتين. الطفل اللي يجي له خلطه ايه؟ لا اي 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 رش اي رش يلبسوه بيجامه حمراء ويقعدوه مع بقيه الاطفال. عشان يعديهم. عشان ياخدوا ايميونتي. لا مش ياخدوا ايميونتي، عشان يبطشوا زي بعض. ام سيريس عندنا كده في مصر. هو ده العظيم عشان يبقى العيال كلها ما تتضايقش.
عشان يعني اخواته ما يتريقوش عليه اخواته يطيبوا معاه. هو ده حاجة مسخرة يعني عشان ما يحسش بالدنيا. اه ده فكر عادي اعلى من انت تتخيل انك توصله. لا شعر مش شعر ملوش حل. اللي عايز اعرف بس هيهببه ايه اخرته. انا قاعد بطارد دلوقتي بص ما بقتش اتكلم قاعد بطارد ومراقب اللي بيحصل بس لان شعب زي شعبنا unpredictable يعني انت ما تبقاش عارف هم عايزين ايه بالظبط وايه المطلوب. كانوا بيعملوا المظاهرات عشان يعمل انتخابات. عملنا انتخابات بيعملوا مظاهرات عشان يلغي الانتخابات. فكر عالي جدا. قال لك عايزين نعمل مظاهرات علشان المجلس العسكري يعمل لنا انتخابات. عملوا لهم انتخابات. نزلوا لهم بقى قالوا له ايه؟ الغي الانتخابات، عايزين مجلس رئاسي. كأن احنا بالضبط قاعدين في عزة. مش في بلد. واللي بيدوها شوية بهايم. بيدوها شوية بهايم في التحرير. عملنا انتخابات نازلين يقول لك لا احنا عايزين مجلس رئاسي، مجلس رئاسي يا جاموسه بعد المرحله الاولانيه من الانتخابات. في حد في الدنيا يا اولاد عاقل وطالب بمجلس رئاسي دلوقتي مدني؟ هل ده من العقلانيه في شيء؟ يقول لك المرحله الانتقاليه لغايه الانتخابات الثانيه، انت يا جاموسه هنا ده فاضل اسبوعين. ثم ايه اللي حصل يعني عشان يجيب لك مجلس رئاسي مدني؟ هل ده المجلس الرئاسي المدني هيبقى له سلطه على القضاء؟ لا الجيش ولا القضاء ليه سلطه على حد عليه، يعني حتى لو جبت مجلس مدني هل تفتكر هيبقى يؤمر القضاء بحاجه؟ هيقول لهم لا لازم تحكموا بكذا؟ وهل لو قال لهم لازم تحكموا بكذا هل انتوا ترضوه؟ هل ده العدل؟ هل دي العداله اللي انتوا بتطالبوا بيها؟ الديمقراطيه اللي انتوا بتطالبوا بيها؟ ساعات بتؤمر ان يتحكم بحاجه معينه تاكد ان في يوم من الايام هيتحكم عليك انت بناء على اوامر. واذا كنتوا قمتوا بصورة علشان ما حدش يتحكم عليه ظلم من غير قضاء فليطبع عليك ويطبع على غيره. ما دام انتوا قلتوا عايزين دوله مدنيه مش عايزين اي احكام عسكريه والقضاء هو اللي يحكم يبقى ساعات القضاء يحكم تخلصوا. القضاء حاجه بحاجه يبقى تخلص محدش ينطق والا ما تبقاش قضاء بقى نشيل القضاء ونجيبه وتقعدوا انتوا وتحكموا لنا وهيبقى ايه بقى احكام كلها هتبقى احكام بالموز بقى اه يعني بالمزاج قربت وخلصنا يعني اتخانقنا نازلين امبارح ليه؟ عايزين ايه؟ مجلس رئاسي مدني انتوا هوب لي انا وانا قاعدين قدام عيال متخلفه انتوا مجانين عبط يعني احنا في انتخابات رئاسه وعايزين مجلس مدني ازاي يعني يقول لك لا رجع حسني يحكم عليه تاني رجع اولاده يحكم عليهم تاني يعني ايه يا ابني انت حسب ما عاجبك القانون او مش عاجبك يعني يعني ايه انت بتحدد انا لا الحكم ده مش عاجبني هنزل التحرير لا الحكم ده عاجبني بس انا عايز غيارات داخليه فهنزل التحرير برضه القضاء يحترم القضاء يحترم وش معنى القضاء اللي انت عارفه لناس معينين كان قضاء حلو ايش معنى ساعة ما يدي عفو الناس معينة يبقى قضاء كله وما تنزلش تحرير مش كده ولا ايه؟ لا انت واجب هو نفس القضاء لكن بسيادتك تحللون الاحكام بناء على رغباتكم الشخصيه يحكم ان هو فلان يخرج من السجن يبقى القضاء كله ونزيه ويتم تمجيده ويتقال عليه القضاء المصري وعاش القضاء المصري لما يخرج ناس معينه من السجن لكن نفس الاشخاص يشتموا فيه امبارح ولا القضاء مش عارف ايه والقضاء مش عارف ايه هو القضاء اتغير ولا حسب يا تحكم لي بمزاجي ابقى مبسوط منك تحكم لي عكس مزاجي يبقى انت جذبه
لازم ارجع المكتبه الاول عشان يبقى دوكيمنت. خلي العرض عدى على المكتبه الاول ياخد العرض الاول. مش عايز اناقشكم اصلا وليست من الليفل اللي يسمح بمناقشتكم اساسا. انتم مجموعه من المايكروسكوبيك ستراكشرز التي لا تصلح للنقاش. يا بنت بطلي كلام جالي اسمع. انتم مايكروسكوبيك ستراكشرز لا تصلحوا للنقاش. ده اللي وصلت له للاخر. ومهما حاولت تصلح البلطوشه دي بلطوشه مخوره خلاص المفروض تترمي في الجبال انتهى. لكن اناقشكم ازاي مع بعض. طلع واحد امبارح في الراديو اقسم بالله العلي العظيم سامعه وانا راجع بالعربيه في التحرير بيقولوا له انت لازم التحرير يقول لهم البلطجيه مالين البلد. اقسم بالله اقسم بالله انا اعرف بلطجيه بيكسبوا في السنه مليار ونص ومستعد اجيبها لكم. اقسم بالله العلي العظيم ده في الراديو امبارح اقسم قال له مليار ونص قال له مستعد اجيبهم لك. ده واحد اللي بتحقيق اقسم بالله في الراديو. انت مالك انت مالك كل كلمة مش عجبك انا بقولها ليه؟ بتقيل يا انا ديمقراطي يا كل ما اقول لك كلمة اقول لك انت مالك ايه؟ طب انت اتحرك طب انت مش عايز ايه في ايه؟ هذا زيف ده نوعية التحرير. اهو التحرير خلاص بقى. على فكره اوعوا تفتكروا ان اللي نزلوا امبارح ده يمثلوا حد. ثلاث ارباع اذا كان الناس شاكين ان اللي نزلوا امبارح ده يمثلوا ان في تغيرات بتحصل لا ده بالعكس. كل الناس اللي قاعده فيش كل الناس ايه؟ ناس ايه؟ معلش شفيق انا ما نزلتش. ايه مالهم بتوع شفيق خلاص استنى. وانا مالهم بتوع شفيق يا غصب عن عينك زي الفل. وانا هنتخب شفيق وعاش شفيق وعاش حسن مبارك. دي حاجه واقف يلا في الغرق عاملين ارهاب للناس. كل ما حد يتكلم انت شفيق كل ما حد يحاول ينطق انت شفيق انت تبع شفيق ولا ايه؟ تبع شفيق يا جايزه في ايه؟ لا صار بيغلط على العين الذي لا يشرفني. طيب تفكيرك انت بدل ما بتحترمش فكري يبقى مش هحترمك. طب والله العظيم نمسك الحملة بتاعته من قصر العين. والله العظيم عشان أسد أنفاسك. والله أنا أجيب لكم صوته هنا. وخلي بقى صوصار يعترض. وهيبقى باصص لك من فوق. لا. ما تكتريش عشان اسمك محطوط في الليسته اللي انا حاططها. ومحطوط في الاول والله. فهسلم الليسته مش هتتبسطي ابدا، هناك ما فيش مطروح صليخ خالص. يعني هتتملي عليك الكواسون طول القعده في السجن. ايه زوستر بقى. الايه زوستر زاد. فيسولا زوستر فيروس. والفيسولا زوستر فيروس كلنا جالنا في سويد شيك بوكس. الفيروس اول ما بيعمل لنا انفكشن بيفضل دورمنت. بيفضل دورمنت مستخبي. مستني لغايه ما الايميونيتي ايه؟ تقل ويحصل له ريأكتيفيشن. الفيروس ده بيحب يضرب الخلايا اللي الاكسون بتاعها تي شيب. الخلايا اللي الاكسون بتاعها تي شيب. احنا نعرف منهم ثلاثه على فكره. الدوسالوت جانجي. الدوسالوت. والترايجيمينال جانجي. كانت عامله كده. صح ولا لا؟ والبيشن. كانت عامله كده. حتى احنا هنا ساعتها لما توصل الويك انجل بس غيرنا اسامي. فاكر ترجمنا الويك انجل كان بتديني ثلاثة برانشز. صحيح الفيشر جانجل كان فيه تو برانشز بودر كمباراي وجريتر
ثم في شابتوز بغض النظر هو بيحب يضرب الدوسالوت جانجليا وبيضرب الترانجيمينال وبيضرب الفيشن. لو ضرب الدوسالوت جانجليا الفيروس يعمل ايه؟ يعمل فيسكلز along the course of the nerve، يعني تلاقي النيرف مرسوم على السكين في صوت فيسكل، مفهوم ولا لا؟ يعني تلاقي النيرف مرسوم على السكين في صوت فيسكل which is extremely painful لدرجة ان عامة الشعب يسموه حزام النادي او حزام النار. الفيسكلز دي هتهيل by scarring and pigmentation، يعني دايما بعد ما عيني خفت تلاقي مكان الفيسكلز pigmented بيبقى دارك بيجمنتيشن شكله حتى بيبقى مش لطيف. معاه رادي ولا لا؟ بالنسبة للترايجيمنا ليك ثلاثة برانشز ماكسيلري ومانديبولر وأوبتالميك. عادة اللي بيطير الأوبتالميك بيحصل هيربس أوبتالميكس بيعمل ألسرز وفيسكلز في الكورنيا وكونجكتايتس which may lead to ophthalmitis and burn ophthalmitis. لكن ممكن يضرب المكسيلا والمانديبلا ويديك بيكتشر بتاع تراجيمينال لوانجي. الفيشيا هيديك نفس البيكتشر بتاع بيس فولسي، بس الحاجه العلامه الزياده انك تلاقي فيسكلز بيهايند اير، يعني نفس الكليكر بيكتشر بتاع مين؟ بيس فولسي تيبيكال، بس يبقى معاها فيسكلز بيهايند اير ويسموها رامزي هانت سندروم. اسمها ايه؟ رامزي هانت سندروم. العينين دول العلاج بتاعهم ايه؟ جاست انك تحط بويك لوشن على الفيسكلز دي انتيسبتيك، تديهم انرجيزك عشان البين، بندي تيجريتول. احنا قلنا اي نيرف بين ادينا تيجريتول، في الترجمه نيورالجيا ادينا تيجريتول، في الدايابيتيك بيرفرال نيورايتس ادينا تيجريتول، اي نيرف بين بنعالجه بايه؟ تيجريتول انرجيزك. لازم تدي انتي بايوتكس عشان تمنع السكر بكتيريا انفكشن. العينين دولت زمان زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كان الدكاتره الجراحين كالعاده العضو اللي يوجعك بيقطع، كان يقطع نيرف عشان يريف البين. يعني الجراح اوعى تروح تقول له صباعي بيوجعني، اوعى تروح يقول لك الوجع راح. هما كانوا بيطلعوا ناس او بيحلوا فيه فينول عملوا له دامج. دلوقتي عندنا حاله ان انت تدي انتي فايرال اللي هو الايه؟ السايكل. مفهوم؟ دول يجوا اسئله انفكشن. واضح؟ في اسئله تجميعات ان استجمس خطوط العمل. هموت على الفكره. ما خدتوش نستجمس؟ بتاعه نستجمس. يعني نستاجمس. بص معايا، يعني نستاجمس. نستاجمس is an oscillatory movement of the eye. It is what? Oscillatory يعني رايح جاي. Which may be vertical or horizontal or rotatory. يا اما الاي كده يا اما الحرك كده يا اما فيرت. مفهوم؟ اتس ان اوسر، يعني تلاقي الكون بتتحرك كده. فاهمين يا اولاد ولا لا؟ دي اسمها ايه؟ روتاتو. يا اما بتتحرك كده هورزنتال يا اما كده فيرت. اتس ان اوسر موفمنت اوف ذا اي ويتش مايت بي فيرتيكال هورزنتال او روتاتو. ايه يعمل نستاجمس؟ ايه يعمل نستاجمس؟ أول حاجة ممكن تبقى المشكلة في الآي. ممكن تبقى المشكلة فين؟ في حاجة اسمها فيسيولوجيكال نستاجمس في الآي. إزاي؟ سيادتك لو أنت قاعد جنب الشباك في القصر وعمال بتبص على العواميد بتاع القصر. العواميد بتاع العواميد النور. عواميد النور؟ طيب. ماشي خلاص؟ عواميد أي عواميد؟ لو بص على عظام قصر بس بص وخلاص.
ده سيادتك هتفضل بتتابع عمود معين. بصوا لي هنا عينيك بتتابع عمود معين لغايه ما يبعد عن نظرك، وبعدين عينيك ترجع تبص على العمود اللي بعديه. بعدين تتحرك كده، سامعني ولا لا؟ واضح؟ ده في الشلوش ده بيحصل بني ادم الطبيعي يعني. لكن ممكن تبقى المشكله في العين كونجنتال، طفل مولود عنده كاتراكس او عنده ماكيولار ريجن، عنده ايه؟ في عنده عين شايفه كويس، العين الثانيه مش شايفه نفس الصوره، فيبقى في ديبلوبيا ولا لا؟ يعني عين دي سليمه شايفه الصوره كويس، العين دي هي الافكتد اللي فيها كاتراكس او ماكيولار ريجن ما تبقاش نفس الصوره اللي شايفاها دي، صح ولا لا؟ فالعين دي بتضوع على الصوره اللي شايفاها دي which is associating نستاجر، مفهوم ولا لا؟ بتضوع على الصوره اللي شايفاها دي علشان تبقى فتن. النستاجمنت بتاع الاي يتميز بانه بندولم، يعني ايه بندولم؟ زي بندول. يعني بتتحرك كده. يعني بتتحرك في الاتجاهين بنفس السرعه، فاهمين ولا لا؟ بندولم، واضح؟ يعني زي العين بتتحرك كده. زي البندول. ماشي؟ ممكن النستاجمنت يبقى له اسباب ثانيه؟ ممكن تبقى النستاجمنت نتيجه مشكله في الفيستيبولار ابريت. لابين بايب اللي هو بسين السيركلا كنال او اليوتيكال او الساكيول. الفيتايبو اللي بيبقى سوري النستاجمس اللي بيبقى سببه اللابل ممكن يبقى فيسيولوجيكال برضه. حاجه اسمها كالويد تيست. كالويد تيست انك لو حققت صلاين ساقع في الاكسترنال اوديت الكنال الابسلات الاي يحصل لها نستاجمس. مفهوم ولا لا؟ ده اسمه كالوريك تيست وده بيتست برين ستام. ما علينا ماشي. لكن كمان في حاجه ثانيه، حاجه اسمها روتيشن اكسلريشن تيست. ده بيتعمل للطيارين. الطيار اللي او الطالب اللي بيتقدم للكليه الحربيه بيتقدم للطيران عايز يبقى طيار حربي مثلا بيتعمل له التيست ده. التيست ده عباره عن بيقعدوه في كرسي قدامه بانل زراير وبعدين يلففوا الكرسي ده. يعني كرسي يلف 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 وبعدين فجاه يوقفوه ويقولوا له دوس على الزر الاحمر. وهو قدام مثلا مناخير على 100 زرار. ولازم يدوس في الزر الاحمر ده في 3 ثواني. هي الفكره ان هو وهو في الطياره بيعمل مانوفرز. يعني بيلف في الطياره اسباب قتال ولا لا؟ ولازم لما يتعدل ياخد الديسيجن بتاعه يتحرك في الطياره بسرعه. فيدوس على الزر بسرعه. فلازم يبقى عنده فيستيرا ابريتس ايه؟ سليم قوي جدا. عشان كده بيعملوا التست ده. اللي ما بيعديش التست ده طبعا الطيارين يا ولاد بيتنقوا بالفضاء. بتبقى شخصيات معينه ليها صفات معينه، مش اي معدي في الشارع نجيبه ونقول عليه طيار. مش اي طيارين، مش اي حد يتقال عليه طيار يا بابا. لا يمكن كلمة تانية حبيبتي مش ممكن كل كلمة أقولها تروح طلعت. يقول لك أي واحد وعنده صحة كويسة وخلاص هي دي مشكلة يعني. يا ابني خليني أعرف الله. يا ابني حبيبتي هو الله يعرف أعصابي السبب. لكن anyway ده تيست مشهور جدا بيتعمل في الطيارين. حتى دي واحد زميلي كان ايام كنا بنقدم على جامعه قدم في الطيران وكان يعني ليه واسطه قويه قوي. واسطه والله العظيم انا عايز الحق والله العظيم انت عايزين حق عشان هتعرف دلوقتي ان انت عايز الحق. ده كان دي واسطه في الكليه مدير الكليه نفسه. اتعمل اتعمل له روتيشن اكسبريشن تيست وسقط فيه. فودوه المكتب القائد فالقائد بيقول له معلش احنا عملنا لك تيست و طلع سقط فمش هينفع. فطبعا انت عارف انك هتعمل بالطياره مانوفرز والكلام ده فلازم تبقى عندك القدرات دي. فهو بيقول له لا يعني انا مش قلقان على نفسي. قال له لا سيادتك احنا مش قلقانين عليك. انت في منك كتير لكن الطياره احنا بنجيبها من عبد فانت تولع بصراحه. فهي الفكره ان هم بينقوا ناس معينين وبيتصرف عليهم ملايين عشان تريننج علشان يقدروا ان هم يعني يستفيدوا منهم. لكن بغض النظر الروتيشن اكسبريشن تيست او الكارويد ستيميليشن دول بيعملوا نستاجمس وده نمبر في السيولوجيكال رياكشن.
لكن ممكن لو العيان عنده ليجن في الستيبل افيتس في السيبل سيركل كانال من يرز ديزيز لا عرض ولا لا لابرينتايتس يحصل نستاجمس. النستاجمس ده بيتميز بحاجة بقى بصوا هنا الحركة بتاعته فيها رابيد كومبوننت وفي سلو كومبوننت فيها ايه؟ يعني مثلا ادي العين اهي بصوا ولاد بصوا ولاد عين صحاك في رابيد كومبوننت وفي ايه؟ السلو كومبوننت دايما بتبقى في الدايركشن اوف ذا ريجن يعني سي ان الستيبل افيتس اللي هنا هو المضروب الحركة تبقى كده بصوا يعني دايما سلو كومبوننت ووردز دايركشن داشر ضريش مفهوم ولا لا؟ انا كده كنت حافظها ايامكو زي ما كنت ايامكو كده من 3 سنين مثلا كنت حافظها ايه بقى؟ ان ديجا اللي سوري النستاجمس خايف من ديجا ويقرب منه ايه؟ فيستور واضح؟ ممكن النستاجمس يبقى سببه السريبيلا فاكرين السريبيلا احنا قلنا دايما هو اللي بيحسب لنا المسافه بيننا وبين فيرلس قلت لكم لو السريبيلا مضروب قبل السيبلا مضروب او لو لو السيبلا مضروب بيحصل نستاجمس ازاي؟ انا عايز ابص على المكيف عايز ابص على ايه؟ بس السيبلا مضروب عيني هتيجي على المكيف وتعديه عايز اجعل عيني هتيجي على المكيف وتعديه فاكرين ولا لا؟ بيحصل ايه؟ نستاجمس النستاجمس بتاع السيبلا بيبقى في الاتجاه اللي انت باصص عليه يعني انا لو باصص يمين يبقى نستاجمس رابط كومبونا ناحية اليمين لكن أبص شمال هيبقى رابط كومبونا ناحية شمال في السيكشن نستاجمس مفهوم ولا لا؟ مش معنى خير ماشي هلا؟ واضح؟ ممكن نستاجمس يبقى نتيجة لليجن في البرين ستيم وده هيبقى صعب قوي الليجنز اللي بيبقى في البرين ستيم أو السيربيلا الليجنز في السيربيلا بيبقى معاها سيربيلا أتاكسيا ولا لا؟ الليجنز بتاعت الفيستيبل ابريتس هيبقى معاها فيرتايجو ديفنس وتنفس البرين ستيم ليجن يعمل نستاجمس انتوا عارفينه اسمه اوفتالموبليجيا انتر نيوكلياريس اللي هو افكشن اوف ميديال شرح ثلاث مرات افكشن اوف ذا ميديال وكتيرا بندر كان في نستاجمس في الابدكتنج اي فاكرين ولا لا؟ وناس انهي سندروم؟ بنت توصي فيه بنت كان لون ايه؟ الاحمر فوزيل بتاع الديب كانت الويبر ايه وبينزك ثلاثة معاها بين نيوكليس وفوزيل مين اللي بتدور باندا افيلس وجاكسون والميلر جيبلر مش كده ولا لا؟ ما علينا طيب النستاجمس ما يجيش على مصر لكن يجي السؤال بطريقه ثانيه بقى بصوا هنا anyway the abnormal eye movements in neurological disease anyway abnormal eye movements in neurological disease حد يجاوبهولي اتكلم عن ايه abnormal eye movements in neurological disease اول حاجه اتكلم عن area 8 irritation بيعمل involuntary conjugate eye movement to the opposite side paralysis بيحصل لما يبقى في damage يبقى paralysis of conjugate eye movement to the opposite side ده ايه 8 ليش نتكلم على ايه 8 وليش ثاني نتكلم على البينيال نيرفز 3 و 4 و 6 ليجز بتوع 3 و 4 و 6 4 شوي ثلاثة نتكلم على اوكيلو دايركت كايت اللي بيحول الضوء بتاع باركنسونيز اللي عنده انكفرايتس اللي جاي على حصانه وبيلف جاز كيس جمع البول وكان مزيت ومغير ومن تاني بيتصادم وجالك على حصان ابيض وبيلف حاجه في الهواء كيس جمع البول لان كان عنده دايابيتس انسيبلس
أربعة هنتكلم عن الإسلام. أولاً في static tremors اللي هما كانوا differential diagnosis اللي فين بعد باك insurance هتقولوا في حاجة اسمها static tremors بتقول الحاجات بتاعة static tremors اللي هو cytoscosis devastal failure كان بيعمل static tremors باك insurance semi tremors essential tremors اللي هما الفاميليا تايب اللي هما كانوا differential diagnosis اللي تحت باك insurance. ثانياً تقول له في كاينيتك تريموس اللي هو الاتاكتيف. ثالثا ايبيليبسي. في الايبيليبسي هتقول له في حاجه اسمها مايكرونس صح ولا لا؟ وفي موتور جاكسونيان فيت في كلام لا دي الستاتيك ما كان ما كانش على كويس على تيتوس على الاستونيا ما كان ده ديفينشن دياجنوز يا مش كده لا مش كده ستاتيك تيموس خلاص. فدي الكورس بتاع الابنورمال موفمنت ان يور description is seen by induction. It's not spontaneous. لا ما عارف ايش مرتين ولا لا دي cause of abnormal movement in neurology وفي cause of abnormal eye movement in neurology. في حاجة تانية abnormal respiratory pattern احنا قلنا عليها فين في الكوما. anyway the cause of abnormal respiratory pattern في الكوما مفهوم ولا لا؟ عشان أسئلة التجمعات اللي بتقف قدامها دي مش مصير واضح. في بقى موضوع هو صعب قوي انه يجيبه بس انتوا دفعة يعني نحس كل المقاييس سودو تيومر سيربرال سودو تيومر سيربرال وهناخد بيه خمس دقايق ونخش وما نطرش. لا ده من عمل معنا سوق غلط لازم اسيبها لا 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 حاجة بصير هنا سودو تيومر سيربرال يعني سودو تيومر سيربرال بصير هنا العيان يبقى عنده increase intracranial pressure عين عنده ايه بس ما عندوش space occupied region ما عندوش tumor وما عندوش hydrocephal عين intracranial pressure ازاي بس ما عندوش لا space occupied region ولا وما لا عنده مشكلته ايه لا عنده increase intracranial pressure عنده سبب ان في interstitial edema edema بين السنغ بتاعت البريك والانترستيشن الإديمة دي بتبقى ضغط على البنت يعني العيان عايز كفرس البنت بيبقى ايه دايريت عايز كفرس العيان ده بيبقى عنده البنت بتبقى كومبريس يبقى حجمها صغير ده ديزيز كاركترايز باي انترستيشن إديمة حوالين السنس اوف ذا بين. في عدد كبير من الحالات مش معروفه سبب في عين كتير قوي ما بيبقاش معروف السبب بتاع الانترستيشن ايديما وفي اسباب معروفه للانترستيشن ايديما بتاع البرين زي من اشهرهم اللي احنا خدناهم مع بعض ايرون ديفيشنسي انيميا والبوليسايتيميا. فاكرين انيميا كنت قلت لكم كلهم بيشتكوا في سودو تيومر ده ولا لا؟ والبوليسايتيميا نفس الكلام. ثانيا
من ضمن الحاجات برضو نقص فيتامين اي او ايفن زياده فيتامين اي اوبيزيتي كان تعمل صوره تشوفها في ابراهيم وحتى في اخر اندوكراين لما اتكلمنا في الكومبليكيشنز اوف اوبيزيتي قلنا من ضمن الكومبليكيشنز اوف اوبيزيتي على سي ان اس صوره تشوفها في ابراهيم الاندوكراينال اديسون ديزيز وشبه سادن ويدرول او كورتيكوسترويدز او ان شاء الله في ميلز اللي بتاخد كونتراسبتيف بيلز اللي هو من ترسيش الإديمة حوالين دي في دراج كونتراسبتيف بيلز بموت غبا بموت يعني كل يوم اكتشف جديد وفي ادوية اسمها تترا سايكل انت بعد كل ده بيعمل انترستيشن إديمة why we have no idea We have no single eye. ممكن تبقى المشكلة obstruction of venous drainage من البرين. يعني عندهم constrictive thickadites or bicardial effusion or right-sided heart failure. ده مانع الفينوس. return damage edema في البرين. مظبوط؟ ال interstitial edema حوالين لكن الفومتين بيبقى منهم والبرينج اوف فيشن دي المشكله الحقيقيه في الديزيز العينين دول لما يضغط على الاوبتيك نيرف العين بيبتدي يحصل انلارجمنت في البلايند سبوت بتاعت الاي عارف في البلايند سبوت طبعا يبتدي يحصل انلارجمنت في البلايند سبوت وديكريس في الفيلد اوف فيشن لغايه العين بيجيله ايفن اتاكس اوف بوستر فيشن بيسموها اموروز بوكس ودي بتقول ان قرب يفقد الفيجن تماما يبقى العينين دول بيشتكوا بهيدك فوميتنج از مينيمال لكن رينج اوف فيجن ويبتدي يحصل ديمينيوشن اوف فيلد اوف فيجن ولارج بلايند سبوت اند فاينالي بلايند بالاضافه للكلينيكال بيكتشر اوف ذا بوستا لو حبيت تعمل انفستيجيشن عندها هتعمل ايه؟ سي تي او ام اي وريك سويلنج اوف ذا برين والسايز اوف ذا فيسكلز قليل لو دخلت ابره وقست البريشر هتلاقي البريشر بتاع السي اس اف عالي علاجي عالج الكوز بس لو مش قادر تعالج الكوز دايركت مانيتور بايزايد او دوم دايركتكس لكن من الادويه المهمه قوي اسيتوزولامايد فاكرين ده كان نوع من انواع الدايركتكس كان كاربونيك انهيدريز وكان مش عارف الفورس ما تشوفيهوش قلنا بطلوا يستعملوه كدايركتكس بس بيستخدموه في حالات معينه استخدمناه في الجلوكوما وهايدو كاتس و السوبر تشوما سيبراي لو العيان قرب يفقد الفيجن بيعملوا ايه بقى؟ كانوا زمان بيعملوا في الفنتريكل بريتونيال شنط لكن دلوقتي اللي هي الشنط زي بتاعت هايدو كاتس لكن دلوقتي بيعملوا دي روفي يعني بيقلل البريشر على الاوبتيك نيرف بس يعني بيشيل الروف اوف ذا اوربت عشان يقلل البريشر على الاوبتيك نيرف لكن ما حدش بيعمل الفنتيكولو بريتونيه شنخه مفهوم ولا لا؟ السودو تشوما سيبرايد قراءه رشيده تقراها بس يعني اخر حاجه في النيورولوجي اسمها ديفرنشال دايجنوزز اوف ذا ويستنج اوف سمول ماسلز اوف ذا هاند differential diagnosis of wasting of the small muscles of the hand the small muscles of the hand supply بايه؟ تي 8 تي 1 فاك يا كابتن كان هنا كام؟ تي 1 2 سيرومسويد اند ترابيز سوبر سباينيس وسوبر سباينيس دلتويد 5 و 6 7 8 8 شيء واحد طب اسمه مصر ده سبلاي بايه؟ دي 8 ايه؟ شيء واحد عايز اعمل لها ويست يبقى هو موت ولا هبط؟ يبقى حاضر من اول الانتيونس لغايه العضلات ولا لا؟ صح؟ من اول الانتيونس لغايه العضلات بصوا لي هنا ان انتوا هتقولوا لي والله لو قلتوه ولا خليها مفاجأة
את שהוא עושה זה הולך. אז אני אומר, אני עושה, כמו כדי למשקל את מספר הקוד ועל הלך. זה 20 מייל, משקל הלך. כמו כדי בפודיום, כמו כדי במוטו ניאון, זיזג, אני עושה, כמו כדי בטרנזרס, זה רק חדום ולא. מה חירה, אני לא. מנתק, יש כדי אז, סעי. מה אני כדי? כמו כדי זה בלב, אז רבו זה. הנה, in meningitis, mungkin ada meningioma, meningitis, wala la, mungkin adrabu بعد كده ما بين الفيرتبري. لو في مشكله في الفيرتبري زي انا حفاظ ميالة في الفيرتبري كونجنيتال. انا عايز انه كونجنيتال تروماتيك لكن ايه غابة كونجنيتال ايه تايفوس كيريوز او سباينا تروماتيك فتصعد ده اهو انت يا بابا معلش اتبعنا من يعني من بلاط الملك يلا عاد ده اهو كنت جبت ايه طيب مش كده وصلنا بقى فاست اوتوماتيك فيش كيش انفرمات او يا بلاط الشومة طيب الناس بعد كده لما بيطلع من في 88 بيعمل حاجة اسمها اللو اترانك وبيشة بلاكسر اللو اترانك وبيشة بلاكسر بتروح تعالك ما بين الكلافيك والفرسف اللو اترانك اوب بيكة بلاكسر متعدي ما بين الكلافيك والفرسف في المنطقة دي ممكن تطيب ازاي عزارة تواسي قلة مما على بان كوستيوما نيمف نود تضعك الغرب aneurysm of subclavian artery مش كده ولا لا بانكوس اللي هي بتاع تراسك قلت او عاطفي زي ما بتحب تسلم الاثنين صح الحاجه الثانيه بقى بعد كده بعد ما بص يا هو طلع هنا في 88 ودخل ما بين الفيرست ريد وكلاسيك بعد كده يخش على الاجزله الاجزله ممكن يضرب ازاي؟ ستاتين هاي بوست الخموجية يوم السبت لما يسكروا ممكن ينام على الكرسي وهو ايده عامله كده يعني الايدج بتاع الكرسي ظاهر فين؟ الاجزله ينام طول الليل بالمنظر ده خدتوها مش خدت نام انجي بتكرهها اسمها ساتردي نايت بص في حاجه تانية ممكن يتضرب بيها لومبكس بارس ده طفل بيتولد اللي بيولده متخلف مسكه مش شده من الاجزله يعني الطفل ما نازل هو شده منين؟ يعني حط صبعه وشده من الاجزله يعملوا انجري اللي هو ترانكو بيك ده اسمه كلامبكس بعرف فيرست انجري بعد كده السي 88 واحد هتعدي في الكابل تانل كميديا نيرف ممكن تضرب فين؟ الكابل تانل سندروم اللي ممكن يبقى سببه بيجنسي اكوميجالي ميكسيديما وصلنا للهاد ممكن تبقى المشكلة في المصر ديستال تايب اوف جوال فاكرين مايوباثي كان كله بيضرب ايه بس كان في واحدة ديستال تايب اوف كان بيضرب اسمه مصر في هاد شكرا ايه ممكن الاتروفي بتاع اسمه مصر في هاد يبقى ديس يوز اتروفي يعني مثلا عينين عندهم روماتويد ارثرايتس ايده عامله كده بديفورمتي ما بتعملهاش يا صلاتي حاجه في خطاف الجراحه اسمها فولكمان اسكيميك كونتراكشن هو سوبر كوندايلا فراكشن اوف ذا هيومرس يضغط على البريكيال اوتري خدتوا حاجه اسمها سودكس اتف الكوليز فراكشن ولا انتوا بتراجعوا الجراحه كويس القصه مش داخل يعني انتوا ذاكرتوا حاجه ممكن تبقى القصه سكليروديرما عامله فايبروزس في السكين بتاع الهاندس مش قادر استعملها يحصل ديسيوز ايه؟ عايز ايه؟ بطلي السكين عايز ايه؟ ايه؟ اعتقد سمعتوا عن حاجه اسمها كوليس فاكشن كوليس فاكشن دوت بيبقى فاكشن فين؟
بيحصل ديسيز قد في العضلات دي. معاك يا باتن؟ ممكن عندي بقى موتو نيوليجين بس بقاله مده طويله وده يعمل ديسيز قد. الكوزز بتاعت الويستنج عايز الاسامي بس، مش عايز الكلام اللي مكتوب تحتيها. يعني في كلام مكتوب تحت البوليو، في كلام مكتوب تحت الموتو نيون ديزيز، مش عايزه، انا عايز العناوين الكوزز بس، لان ده بيجي سؤال انيميشن، مش عايز الكلام اللي مكتوب تحتيه مفهوم ولا لا؟ اه برضه اكيد يعني. خمس دقايق بريك ترجعوا لي عشان هحط الجنرال رول بتاع روماتولوجي. يا ريت ما تحصلش وقت ما خلص، وقت ما خلص قولوا خمس دقايق بريك. انا حقلت في عشان والله العظيم انا جاي عليها ايه؟ ما تبعتكوش دم يا بنت انت عامل زي الكوبري. اه انا ازعلك اصاب من انا عامل ايه؟ انا قايل لكم ان انا هطول النهارده. لا انا Thank you.
انت مش قادر تغيرها حتى في قلبك
واخوك ولا جوك يتفقد في وقت زي ده وهم طلعوا لقيت البراءة هيبقى احساسك ان التحرير دول نبقى احنا عايزين يشربوا البلد ولا احساسك ان الناس عايزين حقهم المفروض ما تلومش على المظلوم تلوم على الظالم اللي ظلمني وضيع حقهم لا ابو خلولك ان في ده احسن في ده احسن بعد بيسجل ولا ايه ممكن ينام عندك وليها بيتك بس وليها بيتك
which deals with joint disease. The rheumatology بيشمل مجموعات من disease تضرب الجوينتس. في مجموعة اسمها collagen diseases تضرب الجوينتس. في metabolic diseases زي الجوت يضرب الجوينتس. في infection يضرب الجوينتس اسمه septic arthritis. مفهوم ولا لا؟ في مجموعات بتضرب الجوينتس. مع أولاد ولا لا؟ أول مجموعة هي مجموعة collagen disease. Collagen diseases دي من اسمها diseases تضرب الكولاجين فايبرز. أول مجموعة اسمها collagen disease ودي disease تضرب. وبما أن الكولاجين فايبرز موجودة في كل الجسم يبقى disease دي بتضرب الجسم كله. ببساطة شديدة collagen fibers موجودة في blood vessels. وما بقى أن في blood vessels في كل الأورجنز يبقى كل الأورجنز ممكن تبقى أفكت. فالكولاجين ديزيز are multi-systemic disease. are multi-systemic disease لأنها بتضرب الكولاجين فايبرز والكولاجين فايبرز موجودة في الجسم كله. الكولاجين ديزيز تشترك مع بعض في حاجات كتير ويفرقوا عن بعض في حاجات قليلة. مفهوم ولا لا؟ فيهم قواعد ثابتة فيهم كلهم بيختلفوا عن بعض في حاجات قليلة. واضح؟ يعني من أول حاجة بيشتركوا فيها مع بعض هو الديفينيشن. The definition of any collagen disease is it is an autoimmune inflammation of collagen fibers. With multi-system affection. With the main version. Burden on. يعني ايه الجملة دي؟ احنا هنا كل شيء diseases معناها الكولاجين فايبرز مضروبة صح؟ مضروبة بإيه؟ بإنفلاميشن. إيه اللي عمل إنفلاميشن في الكولاجين فايبرز؟ غالبا بيبقى أوتو إميون ديزيز. فإنت الأوتو إميون إنفلاميشن في الكولاجين فايبرز. بما إن الكولاجين فايبرز موجودة في الجسم كله يبقى كل الجسم مضروب، يبقى هو ذا مالتي سيستم أفكشن. أي نعم الكولاجين ديزيز تضرب الجسم كله. لكن كل ديزيز بيحب يضرب أورجن بالذات. يعني روماتويد أرثرايتس بيضرب مين؟ الجوينت. سكليرو ديرما سكين. فايت از ان اوتو امين انفلاميشن كولاجين فايبرز وذ مالتي سيستم افكشن وذ ذا مين بيرن. يعني العيب الاساسي على حسب كل الديز لو ما طلعت افكت هيبقى وذ ذا مين بيرن اون جوينت. سكليرو ديرما هيبقى مين بيرن اون سكين. مفهوم ولا لا؟ ده ديفينيشن. الايتيولوجي في كولاجين ديزيزز معظمها مش معروف الايتيولوجي وبالتالي بيحطوا تيرو
الكولاجين ديزيزز بيبقى فيه جينيتيك ثيوري وانفكشن ثيوري وإميونولوجيكال ثيوري. بما ان الكولاجين ديزيز مش معطل مش معطل خالص بيتحط ايه ثيوريز في جينيتيك ثيوري انفكتيف ثيوري وإميونولوجيكال ثيوري. الكلينيكال بيكتشر لازم في الكلينيكال بيكتشر تقول لي السكس والايج. السكس عادة بتبقى فيميل، عادة بتبقى ايه فيميل. لازم تقول لي الايج بتاع كل الجيز ايه. بعد كده هنبتدي اوجن اوجن السي ان اس فيهم كله. السي ان اس ممكن يحصل فيه ستروك، وفيهم كله ممكن يحصل في السي ان اس بيرفانيوايتس. ليه؟ اعتقد لما نضرب الكولاجين فايبرز في البط جسم بتاع البرين ده يعمل ستوك ولا لا؟ صح؟ مش كده ولا لا؟ ولما اضرب الكولاجين فايبرز بتاعت الفازا نيرفوزا اللي بصباي نيرفز هيعمل بيبل كلهم بيبقى عندهم ديبريشن لان الديزيز بيبقى عامل لهم ليميتيشن اوف موفمنت فمش قادرين يتحركوا، فده بيبقى عامل لهم ديبريشن. واضح؟ هننزل على الاي. كلهم بيبقى عندهم سكليرايتس او ايبي سكليرايتس. يعني ايه سكليرايتس او ايه سكليرايتس؟ ايه الفرق بينهم؟ بص يعني ايه سكليرايتس؟ مش مشكلة. طب ايه سكليرايتس؟ انفلاميشن اوف ذا سكليا وذات بين. يعني سكليرايتس انفلاميشن اوف ذا سكليا وذ بين. ايه سكليرايتس انفلاميشن اوف ذا سكليا وذات بين. مفهوم؟ واضح؟ طيب كلهم يبقى عندهم جوجل صندوق الاس سايدر ما اسموش سجوجل، سجوجل انت فيت لكن اسمه ايه؟ جوجل سندروم. يعني ايه جوجل سندروم؟ كيراتو كونجنكتيفايتس سيك دراينس اوف كورنيا اند كونجكتايف. ده بيحصل دامج للاكرمان جلاند، اوتو اميون دامج للاكرمان جلاند وكمان السليفري جلاند، وده هناخده كموضوع لوحده. دامج للسليفري جلاند يعمل زيرو ستوميا دراينس اوف الماو. ده بالنسبه للاي. هننزل بعد الاي للتشيست. عندنا في التشيست في هارت ولونج. نبتدي بالريسبونس سيستم. كلهم عندهم بلوريز بلس وماينس بلوري ديفيوجن بلس وماينس فايبروس. كلهم بيبقى عندهم انترستيشن او فايبروس. كلهم عندهم بالموناري هايبرتنشن. اعتقد الفلورا فيها كولاجين فايبرز ولا لا؟ تبقى انفلين ده يعمل فلوريز، والانفلاميشن ممكن يؤدي الى بلورال ديفيوجن وممكن يحصل في الاخر فايبروزز في الفلورا. اعتقد الانترستيشال تيشي اوف ذا لانج از كولاجين، يحصل انترستيشال انفلاميشن وانترستيشال فايبروزز. اعتقد الفاسكولايتس بتاعت البلاد فيسلز of the lung. The blood vessel بتاعت اللنج زي ايه؟ blood vessel فيها كولاجين. الفاسكولايتس دي بتعمل لنا بالمراري هايبرتنشن. كارديو ماسك كلهم بيجي لهم بيري كارديتس بلس وماينس ريكاردال افيوجن بلس وماينس كونستركتيف بيري كارديتس.
كلهم يجي لهم مايوكارديتس. بلس وماينس كارديوميوبيتي. كلهم يجي لهم اندوكارديتس. يعني افكشن اوف ذا فالف. كلهم يجي لهم اسكيميك هارت ديزيز. بيجي لهم يلو. اعتقد مفهوم ايه بيحصل فيه كدايتس. ده كولاجين ده يعمل انفيوجن او فايبروز يعمل كونستريكتيف بيري. اعتقد فيه كولاجين فايبرز في المايوكارديوم يعمل مايوكارديتس ده بيؤدي الى كارديوماوبيلتي. الاندوكارديتس يعني انفلاميشن في الدال ما هو الدال كولاجين. اسكيميك هارت ديزيز عشان افكشن اوف ذا كورنريز. رينولدز كلكم عارفين من الجراحه ان في حاجه اسمها رينولدز ديزيز ورينولدز فينومينا. الفينومينا معناها اللي هي فيها سكر ديزيز زي اللي بيشتغلوا جرالز البيانس او اللي عندهم كولاجين. مفهوم ولا لا؟ بعد كده هننزل على الابدوم هيبقى هباب وسليل وماجي. يعني ده اوتو نيون. يعني عندهم يبقى تسليلو ميجاز. فاسكولايتس اوف ذا جي اي تي تعمل مال ابسوربشن. صح ولا لا؟ لما البلس بتاع الانتستين يبقى فيها انفلاميشن تعمل مال ابسوربشن سيندروم. رينا كلهم بيجي لهم كلوميلو نفرايت. كلوميلو نفرايت معروف ان هي بتبريزنت باي يا نفرتك يا نفروتك يا اكيوت يا كورك فينا طيب. فرينا كلهم بيجي لهم كلوميلو نفرايت يا اما يبريزنت باي نفرتك نفروتك acute or chronic renal failure. ننزل من abdomen للور لمب. اللور لمب فيه skin. فكرني في skin. كلهم عندهم فرقة. وقص. ليه؟ بس رايت. احنا عارفين فرقة عيب في البليتس او بس لا لا بيضاف الاسيد نتيجه السكين. تحت السكين في مصر بيحصل مايوسايتس المايوس. واعتقد المايوسايتس كنا من ضمن السكند كوز اوف مايوباثي كولاجين زيت. تحت المصر في بون. البون يفكر بالجوينت. اكيد هيبقى عندهم ايه؟ أبرايتس ده موضوعنا. جوه البون في بون مال. يفكرني من عندهم هيماتولوجيكال مانيفستيشن. كلهم عندهم فيفر. Loss of body weight.
زي اي انفلاميشن، اي كونيك انفلاميشن بيعمل فيفر لوس بودي ويت. عايز اعمل انفستيجيشن. هل صح؟ ممكن اعمل هنا الانفستيجيشن. بص معايا انفستيجيشن، اعتقد كلهم بما انهم انفلاميشن الاقي عندهم اي اس ار عادي، بس لازم اعمل لهم سي بي سي علشان اشوف الهيماتولوجيكال مانفستيشن سي بي سي، ولازم اعمل لهم سيرولوجي. يعني ايه سيرولوجي؟ بضاع على انتي بودي. سيرولوجي معناها بضاع على انتي بودي. ولازم نعمل انفستيجيشن اوف ذا افكتد اورجن، حتى بالاورجن الافكتد. التريتمنت كلهم بيتعمل فيهم حاجه اسمها جنرال ميجرز، تختلف من ديزيز للتاني. جنرال ميجرز كلهم بياخدوا انتي انفلاماتوري، لو نص يوي كلهم بياخدوا امينو سبريسر. كلهم هياخدوا specific treatment according to affected organ. Specific treatment according to affected organ. لو حطيت اطبق الكلام ده على اول ديزيز، اول ديزيز ويمكن اهم ديزيز في الكولاجين هو الروماتويد، روماتويد ارثرايتس. سيب الكتاب بقى وبص لنا ايه ديفينيشن اوف روماتويد ارثرايتس. سيبك من الديفينيشن بتاع الكتاب، ها اتس ان اوتو اميون انفلاميشن اوف كولاجين وذ ا مالتي وذ ا مين بيرسون اون. بس سيبك من التعريف بتاع الكتاب، مفهوم ولا لا؟ ده الديفينيشن. اتيولوجي في كام ثيوري؟ الثيوري الاولانيه جينيتك، بتقول ان الديزيز ده احتمال يبقى جينيتك. ايه الدليل؟ الدليل الاولاني ان في هاي اسوشيشن ما بين الروماتويد ارثرايتس وال اتش ال اي دي ار 4 هيومن ليكوسايت انتيجين دي ار 4، مفهوم ولا لا؟ ثانيا الحاجه الثانيه اللي بتقول ان هو جينيتك ان في هاي انسيدنس امونج ايدنتيكال توينز، لو واحد من ايدنتيكال توين افكتد الثاني بيبقى افكتد. ثالثا ان في هاي ريسك ان ذا فاميلي، ما عندهم فاميلي هيستوري. ده كله بيقول ان الديزيز ده ايه؟ جينيتك. الانفكشن عيانين روماتويد ارثرايتس معظمهم عندهم في دمهم انتي بودز ضد المايكرو بلازما واللي بيشتغل بقى الفيروس. ده بيقول ان عيانين دول معظمهم جالهم انفكشن بايه؟ مايكرو بلازما واللي بيشتغل. فأنا احتمال ان دول ليهم علاقة بالموضوع. الثيري الثالثة الايمونولوجيكال بقى هي اللي بتلم الثيريز على بعض. يعني ايه؟ ركزوا معايا هنا. الايمونولوجيكال ثيري بتقول ايه؟ بتقول ان العيان ده اللي عنده روماتويد ارثرايتس اتعرض لانفكشن بمايكرو بلازما او ايه؟ الانفكشن ده حصل في الجوينتس. في الساينوفيال ميمبرين بتاع جوينتس. حصل في الساينوفيال ميمبرين اوف جوينتس. لما حصل الانفكشن راحت الليمفوسايت للجوينتس. راحت مين؟ الليمفوسايت راحت للجوينتس. الليمفوسايت طلعت ابنورمال ايمينوجلوبين ان جي. ليه طلعت ابنورمال ايمينوجلوبين ان جي؟ لان عنده جينيتيك بريديسبوزيشن. جينيتك ديفكت يعني.
كلنا بيجينا انفكشن بالبرسان بار فايروس وكلنا بيجينا مايكوبلازما انفكشن لكن ما بيطلعش ابنورمال انتي بوديز. لكن دول عشان عندهم جينيتك فاكتور لما تعرضوا للانفكشن طلعوا ابنورمال اميونوجلوبين جي. الابنورمال اميونوجلوبين جي بعض الليمفوسايت اعتبرته ايه؟ انتيجين. تكونت ضد اميونوجلوبين ام. يبقى الاميونوجلوبين ام اتكون ضد الابنورمال اميونوجلوبين جي. الاميونوجلوبين ام ده اسمه روماتويد فاكتور. ده اسمه ايه؟ فالروماتويد فاكتور ما هو الى اميونوجلوبين ام اجينست ابنورمال اميونوجلوبين جي. ده يتحد مع ده مش كده؟ لا يعملوا اميون يترسل في الجوينت. الاميون كومبلكس يكتفيت كومبلمنت. فاكرين الكومبلمنت؟ الاميون كومبلكس يكتفيت كومبلمنت واحد واحد يكتفيت اثنين اثنين يكتفيت ثلاثة لما تشيلكوا أربعة وأربعة يكتفيت ثلاثة وثلاثة يكتفيت خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة. فاكرين الشيخ ياسين؟ واضح ولا لا؟ فالاميون كومبلكس هياكتيفيت الكومبلكس. الكومبلكس لما ياكتيفيت ينادي بيكو سايت تعمل هنا انفلاميشن في الجوينت. بعد كده في مشكله الاميون كومبلكس ده ممكن يترسل في اي اورجن تاني كمان يعمل هنا انفلاميشن في اي اورجن تاني. لكن المشكله كانت باديه فين؟ مشكله من بيرثن. حد فاهم اي اطلال؟ تو ايه؟ امين جلوبين جي وام اتاخدوا مع بعض عمل امين كومبلكس عمل اكتيفيشن للكومبلمنت نزل ليكوسايت عملت انفلاميشن التهابات بقى. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ طيب ده از ريجارد الانشارجن كلينيكال بيتش ولله الحمد فيميلز اربعه من كل واحد مننا. واضح؟ فوت واحد لا فوتوا طيب ان شاء الله بتزيد باذن واحد احد. الايج ان شاء الله بتضربهم في سن الاربعينات باذن الله 30 40 سنه باذن الله عز عمرهم يعني. يعني انتوا ما عارفين عند الاربعين ما فيش. طيب كويس عشان بعد كده ايه المهم الواحد نفسه يتعامل مع الدبل اكس كروموزوم شغال يعني تتعامل مع اثنين اكس مشغلين كل اللي بتتعامل معاهم مشغلين اكس وسايبين التاني احتياطي حاجه يعني حسبي الله ونعم الوكيل ربنا المستعان. بص يا الاتيولوجي خلصنا منه كليكا بيتش قلنا الايج قلنا السكس البريفلنس في البوبيليشن في الجنرال بوبيليشن قال ان هي 1% من 0.3 to 1% ودي نسبة مش قليلة ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ دي نسبة مش قليلة أبدا. في ناس وصلت لغاية 3% in some population which is a high end general population. طيب بصوا لي بقى دي واحدة الكلينيكال بيكتشر هبتدي بمين؟ بالجوينتس. هبتدي من دول بالجوينتس لأن دي أهم أورجن المين بيرجن على الجوينتس. هنبتدي بإيه؟ يحصل إيه في الجوينت؟ يحصل فيها زفت أرثرايت يبقى الجوينت هوت وبينفول وسوالن وتندر والزيزات ليميتيشن اوف موفمنت. واضح؟ السؤال ده انا لما يجي لي بالمنظر ده عنده هوت سوالن تندر جوينت وذ ليميتيشن اوف ذا ارثرايتس ازاي اعرف ان دي روماتويد؟ ما في اسباب كتير للارثرايتس. اولا ان العيان بيجي له الارثرايتس ان ذا مورنينج وتقعد at least one hour before maximum improvement of care. واضح؟ يعني العيان بيجي له الالتهابات في المفاصل الصبح ويقعد ساعة على الأقل عبال ما يتنيل يخف. الحاجة التانية
اللي يخليك تعرف ان دي ومطايا الجويس اللي افكت. مين الجويس اللي بتبقى افكت؟ بصولي هنا فوق البروكسيمال انترفيرنشال جويس، تحت بروكسيمال انترفيرنشال، فوق ميتاكاربو فارنجيال، تحت ميتاتارس فارنجيال، فوق ريس، تحت انكل، فوق البو، تحت ني. very rare انه يضرب الهيب او شوط. تاني يلا من فوق ايه؟ ميتاكاربو ايه؟ بروكسيمال انتر، تحت بروكسيمال انتر فارنجيال، ميتاكاربو فارنجيال، صعب جدا. مفهوم ولا لا؟ الحاجة الثانية في جوينت ثانية بتطير، بص معايا، سمبرو مانديبلا، سمبرو مانديبلا، معايا ولاد ولا لا؟ اطلانتو اكزيا، اللي هي اطلانتو اكزيا الجوينت ما بين الفيرست والسكند فيرتيبري، كان يعني السكند فيرتيبري والفيرست فيرتيبري في بينهم اودونتويد بروسس عشان يحصل روتيشن، ده اسمها اطلانتو اكزيا. تحتيها في كريكو اريتينويد. كريكو يعني ايه كريكو اريتينويد؟ انتوا عارفين من الجراحه ان في حاجه اسمها كريكويد كارتج ولا لا؟ اللي هي تحت الثايرويد كارتج تبقى سيجنت رينج زي خاتم حاجه اسمها الخطوبه سيجنت رينج، عليهم مثلثين اسمهم اريتينويد كارتج. اسمهم ايه؟ والمثلثين دول ماسكين في الفوكال كورس. الجوينت ما بين الكويت والارتينويد بيسموها كريكو ارتينويد جوينت. اخر حاجه ستينو كلافيكولار جوينت. تاني مين الجوينت اللي بتضرب؟ السؤال الاول فوق ايه؟ اطلانتو اكزيال كريكو ارتينويد كلافيكولار. واضح؟ ركز معايا. من ضمن الحاجات اللي تميز روماتويد ان الانفلاميشن بيبقى عنيف ويعمل فايبروزس في الجوينت، فيعمل ديفورمتي. يعمل ايه؟ بص لي هنا الديفورمتي. اولا حاجه اسمها سوان نيك. اسمها ايه؟ سوان نيك. ده فليكشن في الديستال جوينت، ديستال انترفيرنشن، واكستنشن في البروكسيمال. فليكشن في الديستال واكستنشن فين؟ البروكسيمال. حد بيعرف يعملها؟ ايوه ارفع ايدك كده. اهي دي بيسموها سوان نيك. اسمها ايه؟ ما انتوا كلكم تبعد عهات من عهات اخوانك انا يعني كلكم معوقين. ايه الفضحه دي؟ اهو واحد ماشي، ما كلها دفعه واحده يعني. اخدكم واسكع فيكم في العربيه دلوقتي. الديفورمتي دي بيسموها ايه؟ سوانيك يعني رقبة البجعة الوزة. لك بجعة ايه؟ ما حدش سمع بحيرة البجعة؟ نعم يا بابا؟ في الأوبرا مشهورة باليه، باليه نوع من أنواع الباليه. الأوبرا المصرية أول ما صلحت كانت أول حاجة اتعرضت فيها سؤال ليك. يس وكانت غلطة ان انا حضرتها بعض النظر. احنا ملناش في الاوبرا ولا لينا في كلام الفارس. احمد علوية لكن اقعد الاقي اتنين عمالين بيزعقوا قدام بعض بيسوقوا قدام بعض وانا مش فاهم بيسوقوا بعض ليه، واللانجوج انا مش فاهمها اصلا كلها ايطاليان، وانت عمال تسمع كلام انت مش فاهمه، واحد عمال بيزعق لواحده تروح هي رد عليه بزعيق، وطبعا هما بيحبوا بعض. بيطلع الزعيق ده حب غزل، وهي ناقص تلعب اللي في الجو تضربه بيه وما تفهمش ده الغزل يعني. وفي يعني ايه راس الباليه؟ يعني ايه واحده تيجي على صوابعها؟ يعني ايه الكونسيبت كده؟ واحد يشيل واحده يحذفها في الاول وينزلها تاني، طب بعدين؟ حلالها في الارض. هو اساسا مش واضح يعني، واحد طالع ببنطلون الفرق بينه وبين الحريم بس شاشيب العجام. يعني اللي تقدر تميز بيه علامه مالوش شاشيب عجام، لكن اي علامه ثانيه مفيش.
اوكي المهم الدبلومه الاولانيه اسمها ايه؟ سوانيك. الدبلومه الاولانيه اسمها سوانيك. لو عكستها نعمل ايه؟ اكستنشن في الديستال وفليكشن في البوكسر. يعني انت كانت الاولانيه كده صح؟ فليكشن هنا واكستنشن هنا. هعكسها هتبقى اكستنشن هنا وفليكشن هنا. ايوه ربنا يكرمك. استنى فايبر والله انا نرمي الكلمه من كل واحد فايبر وانا بشيل اهي والله العظيم دفعه فيها الكميات اهي واضح اهي بنظر اكستنشن في الديستال وفليكشن في البوكس. الصباع الثاني عامل العكس ولا لا؟ الصباع الثاني هيبقى فيه فليكشن هنا مثلا واكستنشن هنا. يعني لو ده ديفورمتي كده الصباع الثاني عامل سوانيك. الاثنين على بعض يعملوا حاجه اسمها باتن هول. ايوه العيوه بتاعت العميل عشان كده بيسموها باونتينيير ديفورمتي باتن هول. في ديفورمتي اسمها سوان نيك اللي هي ديستال في فليكشن وبروكسيما اكستنشن. عكسها بيسموها باونتينيير ليه؟ باتن هول ليه؟ لان الديفورمتي الثانيه بيكملها ويعملوا مع بعض بطن هو انا ويب قميص ده خبر اسود. طيب البالتينير لو حصلت في الطم الطم بالتينير بس الطم كان الورق كده. ايوه اطلع بقى اطلع فوق بقى يسموها زيت شيب ديفورمتي. اسمها ايه؟ زيت شيب ديفورمتي. انت ما فاهم انها بتاعت على يعني عندك الفيتشرز بتاع هايبر موبايل جوينت مش نايس. اه ده عندهم هايبر موبايل جوينت تعرف تلعب جمباز تعرف تلعب في مناخيرك وتوصل بس عندك يعني ممكن برضه تجيب ايه جوينت ممكن توصل بيها لاي حته انت عايزها. لكن انوي عندهم سوان نيك عندهم باونتينير. الباونتينير لو في الطم بيسموها زيت شيب عندهم under deviation as a metcarbo fringe مش هقدر اعملها. عندهم under deviation as a metcarbo fringe دي كلها deformity بسبب ال inflammation وال fibrosis. ال deformity دي ممكن تعمل مشاكل اولا. ازاي؟ لما الطم الصباع يبقى واخد اشكال عجيبه دي الشكل المنظر كده التندو اللي هنا stretched ولا لا؟ ده ممكن يعمل rupture للتندو. يعني يجي له هاند واب وفوت واب بسبب الديفورمتي العجيبه دي تنزل هنا ستريتش ممكن يحصل رابتشر يعمل هاند دروب وفود دروب. الانفلاميشن لو عامل ديفورمتي في النين ممكن الساينوفيال ميمبرين يفرقع ولو فرقع يطلع منه انفلاماتوري فلويد يعمل اريتيشن للكالف. العين يبقى عنده بين في الكالف شبه بيسموها رابتشر بيكر سيست. ده من ضمن الديفينشن دايجنوزز اوف ديفيتي رابتشر بيكرز هيس. لكن مش ده المهم مش دي الديفورمتيز المهمه. المصيبه بقى لو حصل فايبروزس في التيمبرو مانديبولار جوينت. الفايبروزس في التيمبرو مانديبولار جوينت يخلي العين ما يقدرش يفتح بقه دي ليميتيشن اوف ماوث اوبننج. لو حصل هنا فايبروزس دي بالنسبه لك كدكتور لو انت دكتور تخدير لو انت ايه لما بتيجي تعمل انتيوبيشن للعيان انت بتستخدم الانجوسكوب بتفتح بوق العيان عشان تشوف الفوكال وتحط الانبوبه. لازم تفتح بوق العيان كويس عشان تشوف الفوكال كورس. عيان الروماتويد مش هتعرف تفتح بوق كويس عشان في فايبروز هنا. الدكتور الجاموس هيعمل ايه بقى؟ لا يتعافى يحاول يفتح. لا يعمل هايبر اكستنشن للنك. الهايبر اكستنشن وهو عنده اطلانتو اكزيال مضروبه يقطع السبانا كورد. مفهوم ولا لا؟ يعني هو عايز يفتح البق عايز يشوف البق الكورد فيعمل هايبر اكستنشن لمين؟ للنك. تعمل ستوب لاكستيشن في الاطلانتو اكزيال ويقطع السبانا كورد. فلو انت عندك عيان عنده روماتويد ارثرايتس وانت دكتور تخدير تبقى عامل حسابك انك تطلب برونكوسكوب تقول لهم يا جماعه الانتوبيشن هيبقى صعب تخش بالبونكوسكوب البونكوسكوب رفيع
اخش بيه من بق العيان اشوف البوكال كود وادكك بالبلدي، ادكك الانبوبة على البنكوسكوب. البنكوسكوب اعمله زي كأنه حبل، ادخله جوه البوكال كود وادخل من على الحبل ده الانبوبة. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ يبقى المشكلة هنا ان ممكن ده يعمل تريزمس، العيان ما يقدرش يفتح بقه. الاصابة اكتر ممكن تعمل سبلكسيشن وتضغط على السباينال. ولو عايزين تعرف السبلكسيشن وباطانتو اكزيا العين يجي يشتكي لك بسب اوكسيبيتال هيدك، يعني ما يجيش يشتكي لك بنيك موفمنت قبل ما انت، لا يشتكي بايه؟ بين سب اوكسيبيتال اللي بيجي له صداع هنا. مفهوم ولا لا؟ الكريكو ايتينويد لو طابت يحصل هوسنس وفويس. مفهوم هذا ولا لا؟ يحصل هوسنس قبل ما نقيل بقى. بص يلا عايز ثلاث دقايق نكمل الباقي. ثلاث دقايق بص لي هنا يلا. في ناس لا اخلاص ستوب ريفني وايزن ونضيف عليها كومبريشن والدسفانا كور صح ولا لا؟ وهنضيف عليها كاربال تانل لو هي استطاع. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ طيب كريستون سينيس يلا يا ولاد. شوف يضاف عليها نسكيلايت ساعات بتبقى عنيفه لدرجه ان سكيلايت صباها قتل يبان لونها ازرق كليرو ماليشيا خدتوها بكده. مفهوم ولا لا؟ دوبتي فيوجن بلس وماينس انترسيشن لانج يضاف عليها هوسنس وفويس مش كده ولا لا؟ وحاجه ثانيه بصوا لي هنا الاميون كومبلكس ده ساعات يترسل في اللانج ويعمل الجوز في اللانج. الاميون كومبلكس ده يترسل فين؟ في اللانج. يعمل لك نجوز فين؟ في اللانج. النجوز اللي في اللانج ممكن تبقى سنجل نجول وده يلخبطك معايا مع الكون شادو. اسباب الكون شادو كلها بما فيها بونكوجينيك. طب لو مرض ميديا كي بي او ميتاستاسيس صح ولا لا؟ النجول دي ساعات يحصل فيها كافيتيشن يحصل فيها ايه؟ وتفرقع تعمل لك نيومو توركس. يبقى نجول ممكن تبقى سنجل وده يتلخبط مع شريط النجول و مطر ميريا جي بي او متاس. ولما يحصل فيها كافيتيشن ممكن ترابشر وتعمل يومه. في واحد اسمه كابلن الاخ كابلن ده جاب عيانين الروماتويد ارثرايتس اللي عندهم نيديولز في اللنج وخد منهم بايبسي خد من نيديول ايه؟ لقى ان عدد كبير من عيانين الروماتويد ارثرايتس اللي عندهم نيديولز في اللونج النيديولز دي مالهاش دعوه بالروماتويد وانها سببها نيوموكونيوز. عارفين نيوموكونيوز؟ اللي هو السيليكوزز والاسبستوز والكلام ده. فالاخ كابلن قال لك اوعى تفترض علشان عيان روماتويد ارثرايتس ان النيديولز اللي عنده دي لازم تبقى تبع ممكن تبقى نتيجه لحاجه ثانيه خالص. وحط سندروم باسمه سماه كابلن سندروم عباره عن روماتويد ارثرايتس معاها نيومو. يعني بيقول لك مش لازم بنام العين روماتويد وعملت له اكس ايه تلاقي نيجول تقول خلاص يبقى نيجول دي روماتويد. لا لازم تاخد بايبسي لانها يعني ممكن تبقى ايه؟ نيوموكونيوز او اي حاجه ثانيه. مفهوم؟ معايا؟ ده بالنسبه للسفاج الكارديو ماسك اتفضل. مش هيك مايو؟ كارديو ماسك البانس اللي بتتضغط المايكرو والاوتو بيحصل مايكرو ستينوز والاوتو كجاج. مفهوم؟ اسكيميك هارت ديزيز رينوس الابدومين ريبابوس فينوميجالي مال ابزوشن اوتو. لا ده الديزيز الوحيد اللي في الكولاجين ما يعملش هو مطايب. ازاي ما يعملش كل ما يلوه؟
لكن اللي يعمل جلوميرولونيفرايتس هو تريتمنت بتاع الديزيز ده. الادويه اللي بنستخدمها في علاجه هي اللي بتعمل جلوميرولونيفرايتس مش الديزيز نفسه. الدراجز اللي يوز في العلاج هي اللي بتعمل جلوميرولونيفرايتس. لكن هو يعمل امايلودوز ولا كده الديزيز نفسه يعمل ايه؟ لكن ما يعملش يعني كمان الكاتس از ذا تريتمنت يوز. الادويه زي دي بنفعلها لمين؟ احنا هنعرف بعد كده ان شاء الله. سكين كيف وين؟ اضيف حاجه الاميون كومبلكس ده زي ما عمل نديوز في اللنج يعمل سبكوتينيوس نديوز. والنديوز دي بتبقى ريليتد تو ذا تندونز. ريليتد ليه؟ يعني ماسكه في تندونز مسؤول يعني. يعني مثلا دي فرنجي افترض لو لعبت خيال ان دي فرنجي دي فرنجي ربنا خد مني كل حاجه وساب لي الناس. دي الفرنجيل وده تندون وهنا في نجول. النجول تبقى ريت ايه؟ لو حصل ان الفينجر ده انا عملت له فلاش تنين التندون هيبقى عامل كده ولا لا؟ النجول يخش ما بين الجوينتس ولا لا؟ يا دكاتره هيخش ما بين تو فرنجيز النجول. لو العيان حاول يفرد صباعه تاني مش هيعرف. يعني العيال كان صباعه وهو مفروض مفيش مشكله، لكن لما اداناه ان دي وقعت ما بين التوبه والانجيل هيحاول يفرد صباعه مش هيعرف. فلازم عشان يفرد صباعه يعمل كده يسناب السنجر من صباعه عامل كده عايز يفرده مش عارف لازم يفرده كده الثانيه يطقعه يعني تسناب السنجر. مفهوم ولا لا؟ ده بيسموه تريجر سنجر بيسموه ايه؟ فستوب كوتينيوس نيديوز sometimes may lead to a trigger finger. The subcutaneous injuries may lead to a trigger finger. The other is skin. The muscle. هتخلصوا هتخلصوا كلينيكال بيكتشر فيها اللي خلصوا ايه؟ مايوبر الجوينت خلصناها هيماتولوجيكال بقى. بص لنا يا ابني كل انواع الانيميا تحصل في الروماتويد. نبتدي واحده واحده. اول نوع من الانيميا خدناه مع بعض ايه؟ ايرون ديفيشن. ايه اللي يعمل ايرون ديفيشن في العيال؟ مال ابزوربشن وبيبتيك انسر من النون ستيرويد اللي هو عقاد. واضح؟ تاني نوع انيميا كان بيتوزن خلق ولا لا؟ الادويه اللي هياخدها العيان ده في دواء مجموعه من الادويه اسمها صدفه فرازين دي انتي فوريك اسيد انتي بالاضافه للمال ابزوربشن في هيموليتيك انيميا. العيان ده ممكن يجيله هايبر اسبلينيزم ولا لا؟ مش عنده سبلينوميجالي. ممكن بول ماو فيلير من ايمينو سابريس صح؟ مش كده ولا لا؟ يبقى عندهم كمان انيميا اوف كونيك انس يعني كل انواع الانيميا. طب بليتس البليتس تقل علشان بول ماو فيلير هايبر اسبلينيز وبي 12 وفوليك اسيد ديفيشنت ما بيعملوا بقى سايتوبيني. وايت ديسيز تقل علشان بول ماو فيلير والهايبر اسبلينيز وبي 12 وفوليك اسيد ديفيشنت. يعني عنده ممكن يبقى عنده بان فاينل بيبقى عندهم فيه بقى اللوس بودي. هنكمل بكره ان شاء الله. Yeah, please.